السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ معاكم زميلتكم منى مجدي، فرقة تانية. ان شاء الله النهاردة هنشرح محاضرة الديستريبيوشن في مادة الفارماكولوجي. يا رب تكونوا كده في احسن حال وركزوا معايا. محاضرة سهلة وبسيطة جدا بس محتاجة تركيز، تمام؟ عايزين كل واحد كده يدي دواء كده في سره كده عشان ربنا يفتح علينا، يعني رب يشرح لي صدري ويسر لي امري، تمام؟ بصوا يا ولاد، احنا عندنا النهارده ماده الفارما. ايه ماده الفارما دي يا منى؟ ماده الفارما بتتعامل مع الادويه بشكل عام، سواء انا اكسرها هبلعها هقسمها ما بين الاورجانز وبعضها، هي بتتعامل مع الادويه بشكل عام، مش هنختلف بتتعامل مع الادويه ازاي، تمام؟ عندي عنوانين رئيسيين للفارماكولوجي، فارماكوكاينتكس وفارماكوداينامكس، تمام؟ ايه الفارماكوكاينتكس؟ اللي هي متلخصه في كلمه ادم، اي دي اي ام. ايه الادم دي؟ الابزوربشن، اللي هو زي التابلتس او الحبايه اللي عندي دي، هقدر امتصها، جسمي يمتصها، تدخل لحد المعده وهكذا، تمام؟ ده الابزوربشن. دي يعني الديستريبيوشن، ازاي الدواء ده يتوزع ما بين الانسجه وبعضها، ازاي يروح للكلى، ازاي يروح للكبد اللي هو الكلى اللي هي الكدني، ازاي يروح للليفر اللي هو الكبد، ازاي يروح للهارت اللي هي القلب، ازاي بيروح ما بين دول كله، ازاي الدواء اللي انا واخداه من الاورال كافيتي ده من الفم يقدر يتوزع ما بين ده كله، تمام؟ ده اللي هناخده، ده الديستريبيوشن. ام ده يعني ميتابوليزم، زي الدواء الكبير التابلت الكبيره دي جسمي يقدر يتعامل معاها، بيفتتها فتت صغنطوطه كده وتقدر ايه تتحرك ما بين الاورجانز وبعضها، تمام؟ ايه اللي هو الاكسكريشن، ازاي ان انا اقدر اخرج الدواء ده بره جسمي، تمام؟ دول الاربع حاجات، اي دي اي ام، ابزوربشن، ديستريبيوشن، ميتابوليزم، واكسكريشن، تمام؟ اما الفارماكوداينامكس بتتكلم على حاجات اللي هي ازاي، يعني ازاي الدواء بيتعامل مع الحاجات دي، زي حاجات ايون شانلز مثلا، الانزيمات، زي انزيم معين حافز تكسير الدواء ده مثلا، الايون شانل اللي هي صوديوم شانل وبوتاسيوم شانل وكلور شانل اللي هي مسؤوله، احنا خدناها في الفسيولوجي، مسؤولين على الاكشن بوتنشال مثلا اللي هو الاثاره، ازاي بقى وتاثر على دواء مثلا معين وهكذا، تمام؟ في اللي بعده بقى الديستريبيوشن لايك ذا ماب. ايه الديستريبيوشن لايك ذا ماب ده؟ يعني الدواء بيبقى داخل عارف هو بيتوزع فين، داخل عارف هو رايح للكيدني ولا رايح للليفر، انا واخده الدواء ده عشان يعمل ايه، تمام؟ ما زي مصر كده، دايما مصر بنصحى نلاقيها في افريقيا، عمرنا ما رحنا لقيناها في اسيا، وهكذا الدواء هو داخل عارف هو رايح فين، الدواء بيبقى ذكي جدا، تمام؟ ديستريبيوشن كما تقول لي ديستريبيوشن ديستريبيوشن ديستريبيوشن، يعني ايه ديستريبيوشن اصلا؟ ده حركه، موفمنت، بيتحرك الدواء منين؟ من السنتر كومبارتمنت، السنتر كومبارتمنت اللي هو البلد، وبيروح فين بقى لما بيروح السنتر كومبارتمنت؟ بيروح للبريفيرال تيشو، اللي بيروح اللي هو الغشاء، يعني بيروح مثلا انا واخداه عشان هارت بيروح للهارت، واخداه عشان ليفر بيروح للليفر، وهكذا دي اسمها التيشو، تمام؟ اللي هو موفمنت اوف ذا دراج فروم سنتر كومبارتمنت اللي هو البلد وبريفيرال كومبارتمنت اللي هي التيشو، بريفيرال كومبارتمنت اللي هي الايه التيشو، تمام؟ الدرج، هو الدرج يمنا بيمشي الادويه كده كلها، مثلا لو انا راح مثلا اعالج حاجتين زي ما بيقولوا مثلا عضوين ولا حاجه في وقت واحد مثلا، اقوم انهي بيروح لانهي اكتر؟ الدرج بيروح لاربع حاجات رئيسيه او اربع اورجانز رئيسيه اسمها الفيتال اورجانز، الكيدني، تمام؟ الهارت، يعني الكيدني الكلى الكليتين، تمام؟ الهارت اللي هو القلب، البرين اللي هو المسؤول عن جسمي كله اصلا من غير ما اقدرش اعيش، والايه والبرين والهارت والكيدني والليفر اللي هو القلب، تمام؟ صوره الليفر اهي وصوره الكيدني، تمام؟ ايه تاني؟ محاضره الديستريبيوشن. الديستريبيوشن هتقسم النهارده لاربع اجزاء رئيسيه، الاربع اجزاء الرئيسيه دول هو ايه المحاضره، كل اللي فات ده كان دردشه كده مع بعض في اللي فات، هنا من هنا محاضرتنا هتبدا. ديستريبيوشن اربع عناوين رئيسيه، الاربع عناوين الرئيسيه دي بمثابه ربع محاضره، فنركز كده مع بعضنا وايه ما نحاولش نسرح كده عشان نفهم الدنيا جايه منين ورايحه فين، تمام؟ ايه الباترن اوف ديستريبيوشن يا منى؟ الباترن اوف ديستريبيوشن يعني الدواء بيتحرك منين وبيجي منين وبيروح فين وبيقدر يخترق ايه وما يقدرش يخترق ايه، ويروح مثلا للبلاد برين بارير، البلاد برين بارير اللي هو محاوط مخي ما يقدرش يروح لكذا وهكذا، بيروح فين يعني عموما الدواء بيعمل ايه، بيتحرك فين، انهي النطاقات المتاحه للدواء، تمام؟ تاني حاجه الكومبيتيشن فور بيندنج بتوين دراجز، ايه ده؟ هو في كومبيتيشن من اسمها كده زي راك او مسابقه، ايه ده؟ هو الدواء بتتعارك مع بعضها، اه زي الانسان بالظبط،
واللي الكبير او الاقوى هو اللي بيكسب. يجي دواء كده ماسك في البلازما او ماسك في بروتينات، تيجي دواء تاني يقوم ضربه مقومه من مكانه عشان هو اقوى منه، هكذا. تمام، هنعرف نفهم ده كله، كل ده بسيط. تاني حاجه او تالت حاجه، بيندنج اوت دراكت وبلازما بروتين. ايه البلازما بروتين دي؟ عباره عن بروتينات بتنتج بواسطه الكبد. الدراج بيمسك في البلازما بروتينات دي. تمام تمام كده تمام. رابع حاجه، اباترن فوليوم اوف ديستريبيوشن، يعني تركيز الدواء ده في البلازما عامل ازاي، تركيزه في الدم وهكذا، زي مقارنه كده مع بعض. تمام، هنفهم كل حاجه بالتفصيل. يبقى احنا عرفنا ان الديستريبيوشن، احنا هنتكلم النهارده على اربع عناوين رئيسيه، نركز في كل عنوان، وكل عنوان سهل جدا. بصوا يا ولاد، هنا بنتكلم على البادي فلويد كومبارتمنت. من قبل ما ادخل كده، البادي فلويد كومبارتمنت انا عندي حاجه اسمها الاكسترا سيلولر فلويد، وعندي حاجه اسمها الانترا سيلولر فلويد. ايه الاكسترا سيلولر فلويد وايه الانترا سيلولر فلويد؟ بصوا يا ولاد، اول حاجه برضو في هنا ده كابيلاري وول، ده كابيلاري وول ده يا ولاد يعني الوعاء الدم اهو، ده وعاء دم اهو، ده وعاء دم اهو. اللي ماشي هنا اكيد حبيبات او اجزاء من الدم اللي هو البلاد سيلز اهو، يبقى هو ده كابيلاري وول، وعاء دموي، بلاد فيسلز، وده ايه البلاد سيل. تمام، بعد البلاد سيلز بيبقى فيه حاجه اسمها ايه، انترستيشال فلويد، اللي هو زي فاصل ما بين البلازما والانترستيشال فلويد. انترستيشال فلويد ده فاصل ما بين البلازما والانترستيشال فلويد. ايه البلازما؟ اللي احنا قلنا هو الوعاء الدموي والبلاد سيلز اللي فيه، والانترستيشال فلويد يعني الخليه جوه الخليه، اللي هو السائل اللي بيبقى جوه الخليه. تمام، والخليه بتبقى محاطه بحاجه اسمها السيل ميمبرين. تمام، ده اللي هو بيحميها واللي بيحافظ عليها. تمام تمام يا ولاد، يبقى هنا البادي فلويد كومبارتمنت بتتقسم الاكسترا سيلولار فلويد والانترا سيلولار فلويد. الاكسترا سيلولار فلويد ده مزيج ما بين ايه، ما بين البلازما والانترستيشال فلويد. الانترستيشال فلويد ده اللي هو عباره عن سائل بره الخليه، ده ما بين البلازما وما بين الخليه. اصلا الاكسترا سيلولار فلويد بيتكون منين؟ بره الخليه بيتكون من بلازما وبتكون من الانترستيشال فلويد. طب واللي جوه الخليه اسمه الانترستيشال فلويد. احنا عايزين نعرف بقى ايه الادويه اللي بتدخل الانترستيشال فلويد، اللي بتدخل البلازما، اللي بتدخل الانترستيشال، الدواء بيتحرك في اتنين بس ولا بيتحرك في واحد، وهكذا. ده اللي هو اباتن اوف ديستريبيوشن. تمام، اباتن اوف ديستريبيوشن يا ولاد، احنا قلنا ان الدواء بيتحرك ازاي. اول حاجه بيقول لي سنجل كومبارتمنت، من اسمها سنجل كومبارتمنت يعني وان، الدواء بيتحرك في مكان واحد بس. وان سنجل كومبارتمنت يعني الدواء بيتحرك في مكان واحد بس. طب انتوا تفتكروا ليه دواء ممكن ان هو يتحرك في مكان واحد بس؟ ليه ما بيبقاش مالتيبل كومبارتمنت او يتحرك في كل الخلايا؟ اكيد يا ولاد، اكيد يعني بديهيا كده ان حجمه كبير، مثلا اوبستي، مثلا الدواء اوبستي ومش عارف يتحرك، ممكن الدواء اوبستي ومش قادر يتحرك. إيه، طب هو لو الدواء كان سن كان عارف يتحرك؟ انا لو عندي ممر صغير كده وبمشي واحد اوبستي ولا واحد سن، اكيد السن هيمشي، والاوبستي ممكن يقدر يمشي او ما يقدرش، هكذا في الادويه. يبقى سنجل كومبارتمنت اللي هو هاي موليكولار ويت، بيفضل في الانترافاسكولار. بيعمل ايه في الانترافاسكولار؟ داخل الوعاء الدموي، اللي هو سبستانس وازاي ريلاتيفلي اوزن يا ولاد، سبستانس وزي ريلاتيفلي هاي مولكولار ويت، وزي ريلاتيفلي هاي مولكولار ويت زي حاجتين. بص يا ولاد، اللي هو سنجل كومبارتمنت واخد ان يعني ايه ان؟ ديكستران وهيبارين، الدوايين دول مهمين جدا. ركز، اهم حاجه في الفارما الادويه والامثله، ابقى عارفه ان السنجل كومبارتمنت الامثله عليه ديكستران وهيبارين. وهو ماله؟ ده هاي مولكولار ويت، ما يقدرش يتحرك في مكان واحد بس، في الانترافاسكولار، بيفضل في البلازما، ما بيقدرش يتحكت الفاسكولار اندوثيليوم اللي احنا كنا راسمين كده، ده الوعاء الدم اهو، ودي البلازما او البلاد سيلز. هو ما يقدرش يخترق دي عشان يروح للانترستيشال فلويد او يروح للانترسيلولر زي ما احنا كنا راسمين. تمام، هو ده هاي سبستانس وذا هاي ريلاتيفلي هاي مولكولار ويت زي الدكستران والهيبارين. ده بيفضل فين؟ بيفضل في البلازما. ليه؟ ده ما بيقدرش يتحرك خلال الفاسكولار اندوثيليوم، بيفضل في البلازما زي دوايين اخرهم ان، ديكستران
وهيبرين، ديكستران وهيبرين، سنجل كومبارتمنت ديكستران وهيبرين اهو. ده شكل الديكستران وده شكل الهيبرين، تمام. يبقى احنا خدنا سنجل كومبارتمنت وعرفنا ان الامثله عليه ديكستران وهيبرين، وبالمعنى الاصح كده هو بيبدا في البلازما او الفاسكولر، ما بيقدرش يخترق الاندوثيليوم بتاعه، تمام. تاني حاجه تو كومبارتمنت، يعني الدواء يتحرك في مكانين. طب هيتحرك في مكان ايه اللي على الدور بقى؟ زي ما احنا كنا قايلين الانتر فاسكولار البلازما، وبعد البلازما قلنا الانترستيشيال فلويد، يبقى هو هيتحرك في حاجتين زي ما احنا كنا رسمين هنا وقايلين اهو. اجيبها لكم تاني عشان نبقى عارفين اهو، بعد البلازما في الانترستيشيال فلويد، تمام، وبعديها الانتراسيلي. يبقى الدواء هيتحرك في مكانين، في البلازما وفي الانترستيشيال فلويد، بس ما يقدرش اهو من ناحيه الانترسيلو يتضرب، ما يقدرش، تمام. اهو يعني التو كومبارتمنت، لا اهو ده الدواء بيتحرك، الدواء بيتحرك انترافاسكولار وانترستيشيال. ادرك نبص الكابيلاري وول، بيقدر يخترق الول ده اهو، بيضربه اهو ويقوم مخترق منه، تمام. بات انه بات كان نوت باس اكروس السيلمبرين، يعني هو ما يقدرش يروح للانترسيلولر فلويد او يخترق الخليه اللي شايل اللي عامل الخليه وبيحافظ عليها، ما يقدرش يخترقه ابدا، ما يعرفش. بيفضل في الايه، في الاكسترا سيلولر فلويد، بيفضل هنا اكسترا سيلولر فلويد، تمام، او بيفضل في البلازما زي حاجتين، تو كومبارتمنت اتنين بالام. يبقى هنا قلنا ان السنجل كومبارتمنت واخد الاي والان، هنا التو كومبارتمنت واخد الام، اتنين ام زي المانيتول، مانيتول وكواترني امونيوم. كواترني يا ولاد يعني اربعة، امونيوم اللي هو ال NH4 موجب، كواترني امونيوم يعني اربعة، تمام. وافتكروا ان انا قلت لكم الكواترني امونيوم NH4 موجب، عشان هنيجي قدام اقول لكم الكواترني امونيوم كاركتر رمزها ايه، لو ما جاوبتوش هنزعل، تمام. يبقى ايه تو كومبارتمنت، الانترافاسكولار الانترستيشيال، معايا فاهميني؟ الدواء بيعمل ايه؟ بيباص الكابيلاري وول، ولكن ما بيقدرش يباص السيلمبرين، تمام. بيفضل لوكالايزد فين؟ في في الاكسترا سيلولر فلويد، وبيفضل فين؟ في البلازما زي حاجتين، الكواترني امونيوم 2 ام، تو كومبارتمنت بالام 2 اهو، تو كومبارتمنت 2 يعني 2، كومبارتمنت هناخد منها الام، يبقى 2 ام زي المانيتول والكواترني امونيوم، تمام. ندخل في اللي بعده بقى، تمام. تفتكروا اللي بعده ايه؟ تو كومبارتمنت، يبقى بعده ايه؟ 3 واكتر من 3 يعني ايه؟ مالتي بلاي، تمام. عندي بقى مالتي بلاي كومبارتمنت وتيجو ريزرفيور. ايه مالتي بلاي كومبارتمنت وايه تيجو ريزرفيور؟ هو المالتي بلاي كومبارتمنت ده دواء اكيد يعني بيتحرك في كل مكان، يعني اكيد ده خفيف سريع يعني ايه؟ سن يعني لو مولكولار ويت، تمام. قلنا بيتحرك في كل مكان يعني سن لوم لوكرار ويت، تمام. طب ايه ده؟ بيقول اوفر ذا بودي بلازما، احنا قلنا كان الدواء اللي فات التو كومبارتمنت كان مش قادر يخترق السيلمبرين، لا هو ده بص بيخترق في الانتراسيلولر والاكستراسيلولر، بيخترق كل حاجه ما شاء الله عليه، بيتحرك هنا وبيتحرك هنا وبيتحرك هنا، تمام. عشان هو ايه؟ الديستريبيوتد، عشان هو فين بقى؟ احنا قلنا لوم لوكرار ويت. وحاجه كمان يا ولاد، لايبيد سوليبل، يعني ايه لايبيد سوليبل يا ولاد؟ بصوا يا ولاد، هو كل الادويه اكيد بتدوب في الميه، في دواء ما يقدرش يدوب من المية، ده هنا الأورال كافيتي مليان مية أصلا، تمام، اللي هو الفم. بس في أدوية مش الليبيد سوليبل متقدرش تلاقي اللي هو تدوب في اللي هو الليبيد اللي هي الدهون، تمام. لازم الدواء عشان يبقى مالتيبل كومبارتمنت يعني بيدوب في الدهون. بصوا من أساسات إن أصلا إن الدواء يبقى كويس، يعني دواء كده نعتمد عليه ومية مية، إن هو الليبيد سوليبل، يعني ما بيسيبش حاجة غير ما يخترقها. مثلا من عندي دهون في الابدومينال وول، ابدومينال وول ده يعني جدار البطن الامامي، عندي دهون مثلا لو انا وليكن مثلا الكدني الكليه وجعاني مثلا، وليكن في حاجه وجعاني وقدامها دهون او وراها دهون، ما هو لازم الدواء يخترق دول عشان يوصل لها، امال هيوصل لها ازاي، تمام. فهو عشان مالتيبل كومبارتمنت ده الدواء بيتحرك في كل مكان، يعني ما شاء الله عليه، بيتحرك استرا سيلر وانترا سيلر اول اوفر ذا بودي، تمام. وبيتحرك فين بقى؟ هاز لو مولكولار ويت، يعني مولكولار ويت بتاعه صغير قوي، والليبيد سوليبل يعني ايه؟ لايبو فيليك. لو هو يا ولاد ليبيد سوليبل يبقى لايبو فوبيك، فوبيك كده يعني فوبيك من كلمه فوبيا، يعني عنده خوف من الايه؟ من الدهون. زي ايه يا ولاد؟ ايه الدواء، ايه الحاجه اللي معانا كده؟ فكروا كده، احنا في جائحه كورونا، ايه الحاجه اللي معانا على طول؟ الكحول، الكحول بالظبط.
هو المالتيبل كومبارتمنت ده الحاجه اللي ماشيه معانا على طول. ايام ما كنت في ثانويه عامه كده كان كل واحده معاها ازازه الكحول والكمامه عشان خايفه من الكورونا. يبقى ايه اللي معانا وما زال لحد دلوقتي احنا خايفين من الكورونا، فالمفروض ان معانا ايه؟ الكحول. مالتيبل كومبارتمنت الكحول. يبقى اول حاجه نتك على الادويه. كان سنجل كومبارتمنت خدنا ان اي ان ديكستران وهيبارين، تو كومبارتمنت تو ام مانيتول وكوترني امونيوم. تالت حاجه مالتيبل كومبارتمنت الحاجه اللي متوزعه معانا على طول الكحول. تمام، ايه الحاجه اللي معانا على طول عشان احنا في جائحه كورونا؟ الكحول. اتبقى لي رابع حاجه يا اولاد وهي تيشو ريزيرفوار. في كده مواد بعض الادويه او بعض المواد اول ما تشوف حاجه معينه بتلزق فيها. يعني ايه بتلزق فيها؟ يعني انت يا اولاد مثلا ممكن تكونوا كده عندكم بنتين مثلا من الدفعه، كل ما تشوف دي لازم تشوف دي، او كل ما تشوف ده لازم تشوف ده، هتلاقي الاثنين على طول ماشيين في بعض، لازقين في بعض، ما ينفعش تشوف دي من غير ما تشوف دي. بالظبط الادويه كده. ازاي؟ عندي الكالسيوم. هو يا اولاد الكالسيوم مين كومبوننت، يعني المكون الاساسي لحاجتين اللي هو العظم والاسنان. الكالسيوم ده مكون الاساسي لحاجتين، العظم والاسنان. فبالظبط الكالسيوم اول ما بيشوف العظم بيقول له ايه؟ حبيبي حبيبي حبيبي. اول ما يشوف العظم اهي وهو الكالسيوم. اول ما الكالسيوم اهو يشوف العظم يقول له حبيبي حبيبي حبيبي. تمام، يبقى عندي حاجه اسمها تيشو ريزرفوار. يعني ايه؟ سبيشال افينيتي تو سبيسيفيك تيشو. عنده افينيتي عاليه جدا ان هو يمسك في ايه؟ في تيشو معينه. فوق معايا، ركزوا معايا كده، حاسكم مش مركزين. يبقى التيشو ريزرفوار ده عنده سبيشال افينيتي فور سبيسيفيك تيشو، يمسك في ايه؟ في تيشوز معينه جدا. زي ايه؟ قلنا الكالسيوم هو المون كومبوننت للعظم. اول ما الكالسيوم يشوف العظم يقول له حبيبي حبيبي. طب وايه تاني؟ الايودين. اليود، اليود معروف ان اليود بيمسك في الغده الدرقيه، خدناه ده قبل كده اكيد في ثانويه عامه، ان اليود بيمسك في الغده الدرقيه. فالايودين اللي بحرف الاي اول ما يمسك في ثايرويد جلاند، والكالسيوم بريسبتيت في البون. في حاجه تاني بقى يا اولاد، الكالسيوم اصلا يعني هو صاحب التتراسيكلين اللي هو زيه بحرف السي. التتراسيكلين ده ماده كيميائيه بتبقى موجوده فين؟ في البون وفي التيس. ما هو اكيد، ما هما الكالسيوم والتتراسيكلين هما اصحاب، بس هما مواد كيميائيه مش تشو. يعني مش الكالسيوم تشو مثلا والتتراسيكلين تشو، او واحد منهم تشو فيمسك ده في ده او ده في ده، لا خالص. اللي هو الكالسيوم بيفضل في البون. طب وصاحبه التتراسيكلين في البون وفي التيس زيه، فاول فالتتراسيكلين بيبقى موجود فين؟ في البون والتيس، لانه صاحب الكالسيوم والكالسيوم موجود في البون والتيس، يبقى التتراسيكلين موجود في البون وفي التيس. يبقى سبيشال افينيتي فور سبيسيفيك تيشو زي الكالسيوم. الكالسيوم بيمسك فين؟ في البون. اول ما الكالسيوم يشوف البون يمسك فيه. الايودين اليود بيمسك في الغده الدرقيه اللي هي ستيرويد جلاند. الكالسيوم هو اصلا صاحب التتراسيكلين، فبيمسك فين؟ في الاماكن اللي اصلا الكالسيوم المفروض يمسك فيها، في البون وفي التيس. كده احنا اتكلمنا عن سنجل كومبارتمنت، تو كومبارتمنت، مالتيبل كومبارتمنت، وتيشو ريزرفوار. فاضل لنا حاجتين، يا رب تكونوا مركزين. البلاد برين بارير. ايه معنى البلاد برين بارير؟ من رحمه ربنا بينا سبحان الله، يعني ان المخ عندي مش موجود كده، يعني مش متحوط بحاجه مثلا، لا ده المخ متحوط بسبيسيفيك تيشو كده او حاجات معينه ما تقدرش انها تعدي اي حاجه. مش اي دواء كده اهبل واخده مثلا اسناني، مثلا اسناني وجعاني وهو اصلا ممكن يعمل توكسيستي في البرين، فتقوم البرين مثلا مسامح ان هو يدخل، لا طبعا بيوقف عند حده. تمام، يعني ايه؟ كنا واخدين كده في ثانوي ان اللي كنا واخدين كده المفاصل اللي هي بتاعه المخ، مفاصل اللي هي محدوده الحركه قادره على الحركه، فيها زي تايت جانكشن او اللي هي ماسكه مع بعضها جامد كده. تمام، ما تقدرش تعدي اي حد. اهو بالظبط كده المخ متحوط باخشيه ما تقدرش انها تعدي اي دواء. لازم الدواء عشان يعدي بيبقى فيه صفه من الاثنين دول. ايه الصفتين ان الدواء عشان يعدي يبقى فيهم؟ بيبقى فيه واحد non ionized. يعني ايه non ionized؟ non ionized يعني مش عليه شحنه. فاكرين يا اولاد عشان قلت لكم افكركم، الكواترني امونيوم لما قلنا رمزه ايه؟ عايز اسمع NH4 موجب.
يعني القاتبنا امونيوم لو جه هنا يقدر المخ هنا يعدي؟ لا طبعا. ليه لا طبعا؟ عشان القاتبني امونيوم هو في الموجب ده. لكن لو جه مثلا عندي حاجه ما فيهاش موجب، ما فيهاش اي حاجه، مثلا جالي سي او، مثلا جالي مش عارفه ايه، ما فيش موجب او ما فيش سالب، خلاص اتفضل عدي. بس في شرط كمان بقى، اللي هو يبقى ليبت سولبل، يعني لايبو فيليك. احنا مش لسه قايلين ان الدواء عشان يبقى تمام كده يبقى لايبو فيليك على طول لازم يبقى زائد في الدهون؟ يعني كل الكلام اللي احنا بنقوله عشان تعرفوا ان المحاضره سهله، احنا بنقول كلام بتكرر، مجرد بنربط عناوين ببعض بس، تمام؟ يعني البلاد برين بارير، وتحفظوا البتاع دي بي بي بي، لان هو بيجي لك في الامتحان بي بي بي، ما بيقولش بلاد برين بارير، مش هيقدر، مش هيفضل يكتب ده كله، تمام؟ عشان اخترك السي ان اس اللي هو الجهاز العصبي المركزي، دراج ماست كروس البلاد، البلاد برين بارير اللي بيتكون من ايه؟ اول حاجه 8 ولات زائد التايت جانكشن. في حاجه في المخ بتتكون من حاجتين، اللي هو ده الابيثيليوم بتاع المخ، وحاجه اسمها بيزمنت ممبرين. يعني في بيزمنت ممبرين تحت في كده، في بيزمنت ممبرين ابيثيليوم وبيزمنت ممبرين. يعني المخ مش مكون من ابيثيليوم بس زي ما بنشوف في الخلايا مثلا، لو استعدت فود سكويمس ابيثيليوم نان كراتينوس اللي هو الحاجات دي، لا المخ بيتكون من ابيثيليوم وبيزمنت ممبرين زي خلايا داعمه وقويه وحاميه واقفه في ظهر المخ كده، تمام؟ يبقى تو بنتريتس ان ان اس اللي هو بيتكون من حاجتين، ابيثيليوم وبيزمنت ممبرين. بيكون ايه؟ نو بورز نو جابز، مفيش فتحات ولا اي حاجه، تايت ايه؟ تايت جانكشن او تايت بارير. البنتريشن تو لازم يبقى فيه ايه؟ يبقى ليبيد سوليبل، ولازم يبقى ايه؟ نون ايونايزد. طب الكواترني امون كومباوند كان تباص ليه بقى؟ عشان هي ان اتش 4 موجب. طب ايه اللي بيقدر يعدي؟ السكندري والسيرت والايه والتشري. التشري يعني يا اولاد يعني يعني 3 3، يبقى سكندري اللي هو 2 وتشري اللي هو 3. يبقى الكواترني امونيوم كومباوند من لا ما يقدرش يبوظ. امال ايه اللي بيبوظ؟ السكندري والتشري، الثنائي والثلاثي، هم دول اللي بيقدروا يبوظوا. تمام تمام تمام، مركزين معايا؟ اتمنى ذلك. طب ايه تاني يقدر يعدي المخ؟ الانفلاميشن يا ولاد. كان هنا كان في كده، مش عارف تسمعوا الموضوع ده ولا ايه، من حوالي سنه كده او ثانوي كان يجي كده في المدارس يقول لك ايه، لا ما تجيبش الاطفال، خلي كل طفل قاعد في بيته، ده في حاجه اسمها التهاب الاغشيه السحائيه. يعني ايه التهاب الاغشيه السحائيه بقى؟ يعني حصل انفلاميشن في المخ، يعني المخ بقى الانفلاميشن ده ما بيفرقش، عنده بريميابيليتي عاليه. بريميابيليتي اللي هو يقدر منفذ، يقدر ينفذ اي حاجه. فمثلا البنسلين مثلا والامينو جلايكوزايد، دول دوايين مضادات حيويه، البنسلين والامينو جلايكوزايد، دول بيقدروا في حاله المنجايتس. منجايتس يعني ايه يا اولاد؟ يعني التهابات في المخ. يبقى في حاجتين المخ ممكن يقدر يعديهم، لو اللي بتسولبل نون ايونايز ده دراج، تمام. السكندري والتيرشي الفور ده يعني انت عندك شحنه موجبه، اقف عند حدك كده مش هتقدر تدخلي ابدا. طب والانفلاميشن بيزود البريميابيلتي، بيزود الممبرينيابيلتي ازاي؟ زي البنسلين امينو جلايكوزايد، ده في حاله المينينجايتس، تمام. طب واللايبوفيليك دراجز يا اولاد اللي هي الادويه الذائبه في الدهون، طبعا بتبص البلاد برين بارير، تمام. بس في حالات بقى يا اولاد، ايه الحالات دي؟ الجنرال انستيزيا. يعني ايه يا اولاد الجنرال انستيزيا؟ الجنرال انستيزيا يا اولاد يعني المخدر الموضعي. يعني ايه مخدر الموضعي؟ ايه المخدر الموضعي ده؟ بصوا يا ولاد، يعني انا واخده جرح اهو، ايدي مثلا وليكن اتفتحت مثلا من مقاصف، اتفتحت من اي حاجه، يعني ايدي مفتوحه، فالمفروض انها تتخد دلوقتي. اكيد مش هعذبني او الراجل اللي هيخيط لي الدكتور، يعني من ان احنا دكاتره مش هنعذب المرضى ونخيط لهم كده قدام عينيهم ونخيط لهم من غير ما هم حاسين، يعني يبقى ده عذاب قوي. ليه؟ لا هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه، هنرش كده سائل اسمه جنرال انستيزيا مخدر موضعي، ما يقدرش يعني في خلال 2 3 يبقى البيشنت ده المريض مش حاسس بان هو هيتخيط او كده، هو مش حاسس. دي حاجه اسمها جنرال انستيزي اللي هي بتعمل ايه؟ سي ان اس بريزنت. يعني سي ان اس ده المفروض الجهاز العصبي المركزي، لو انا حد ضربني كده على ايدي، انا ايه اتوجعت او هبعد ايدي او كده، لا ده انا بقى جنرال انستيزي ايدي دي اللي هي مفتوحه اصلا فيها سي ان اس بريزنت، انا مش حاسه بايدي وقاعده عادي،
يبقى تمام يا ولاد، عرفنا يعني ايه لايبوفيليك ويعني ايه جنرال انستيزيا. ده البلاد برين بارير. يبقى البلاد برين بارير المعلومات الرئيسيه اللي فيه، نسيبنا من كل الكلام ده، هو بيتكلم من ايه؟ ابيثيليوم وسبنت ممبرين، ما عندوش ولا نو بورز ولا نو جابس، عنده تايد بارير. عشان اقدر اختاركه لازم يبقى ليبيد سوليبل نون ايونايزد. الكواترني امونيوم ده ان اتش 4 موجب، لا لا انت مش هتدخلي، الثنائي والثلاثي هم اللي هيدخلوا. تمام. الانفلاميشن بيزود البريميابيلتي زي الامينو جلايكوزايد والبنسلين اللي هم ادويه مضاده تحيوي. اللايبوفيليك اه ده ادويه حبه للدهون، اتفضلي عدي زي ايه جنرال انستيزيا والسي ان اس ديبريسنت. تمام. اخر حاجه يا اولاد، بس عايزين احط لكم كلمه كده في النص عشان نشيل التنشن كده، دي الامونيا اهي جايه لها للمخ، فالمخ بيقول لها يسالها، شفتوا التايت جانكشن؟ شفتوا كلمه التايت جانكشن مكتوبه ازاي؟ شفتوا متحوط ازاي المخ؟ متحوط ازاي؟ شفتوا المخ متحوط ازاي يا ولاد؟ شفتوا البرين كابيلاري اندوثيليوم؟ شفتوا البلاد كابيلاري متحوطه، تحس حاجه جوه حاجه جوه حاجه جوه حاجه مش قادره ايه اوصل لها. ف الامونيا بتيجي للبلاد برين بارير، يقول انت ثلاثي ولا ثنائي ولا رباعي؟ طبعا احنا عارفين الرباعي انت موجب اتفضلي بره، فلو ثنائي ولا ثلاثي يلا اتفضلي، طب لو رباعي يلا بره. تمام. اتمنى يبقى عجبكم. اللي بعده يا ولاد حاجه اسمها بلاسينتا بارير. يعني ايه بلاسينتا المشيمه؟ طبعا عرفتوا يعني ايه بلاسينتا بارير، يعني ايه الادويه اللي بتخترق المشيمه وبتعدي منها. المشيمه اللي هو الغشاء اللي بيحوط الاطفال الاجنه في بطن امهاتهم او كده. تمام. البلاسينتا بارير يا ولاد، البلاسينتا بارير بتبقى عامله زي بيزمنت ممبرين كده، زي قصدي سيل ممبرين، يعني غشاء احنا قلنا اللي بيحافظ وبيحمي الخليه هو سيل ممبرين. البلاسينتا بارير بالظبط بتاكت زي سيل ممبرين بتحمي الخلايا. ازاي؟ بالسيمبل ديفيوشن، باللي هو سيمبل. يعني ايه سيمبل ديفيوشن؟ يعني سيمبل يعني بسيط، ديفيوشن اللي هو بتمشي كده، يعني سيمبل ديفيوشن اللي هي بتتحرك، مش محتاجة اكتف ترانسبورت، مش محتاجة حد ينقلها، بتتحرك هي على طول كده. تمام. يبقى البلاسينتا بارير اللي هي بتاكت از سيل ممبرين، ليه بقى؟ عشان هي من خلال سيمبل اي ديفيوشن بالباي ليبيد سوليبيلتي. احنا قلنا عشان الدواء دي مفروغ منها ومش محتاج ان هو اصلا ايه يكتب لنا الليبيد سوليبيلتي، لان يعني لازم الليبيد سوليبيلتي في الايه في الدراجز. فالليبيد سوليبيلتي كلما زادت الليبيد سوليبيلتي يا اولاد كلما زاد الابتيك بتاع الفيتس. يعني الام دي لو بتشرب كحول بتشرب سجاير، ايه مصير الجنين منه؟ اكيد هيتاذي واذى رهيب منها، لان البلاسينتا بارير بتعدي. والكحول احنا كنا واخدين ان الكحول مالتيبل كومبارتمنت، يعني بيقدر يخترق اي حاجه. تمام. يبقى ماست دراجز تيكن باي ماذر ما يريتش ذا فيتس زي الكحول. حاجه كمان بقى يا ولاد، يعني انا مثلا يعني لو خدت مثلا الكحول ربنا يبعده عننا كلنا نسبه بسيطه مثلا، ممكن ايه جسمي يقدر يكسره واتخلص منه وما تاذيش منه قوي. لكن ده فيتس، ده جنين، ومش جنين اتولد كمان عشان يقدر حتى يتنفس او كده، لا ده جنين في بطن امه، فاكيد الانزيمات اللي عنده مش هتقدر تكسر الاكسكريشن ان هو يقدر يخرج الكحول بره جسمه، ده مش هيعرف. ده طفل اندر ديفلوبمنت، يعني تحت الانشاء زي ما بيقولوا كده. فالليفل بتاع الدراج عنده لو دخل ليفل كبير من الدراج هيبقى هاي. حتى لو هو لو انا هو واخد من الام دي مثلا خدت جربت تشرب الكحول مثلا، خدت اللي هو شويه صغيرين كده، لا ده هو هيبقى مثلا شويه صغيرين ليه تاثير عليها، لا ده على الفيتس هيبقى مضاعفات مضاعفات، هتبقى هاي كتيره وبلورنجت يعني مستمره. تمام. بص يا ولاد، في ادويه بتباص البلاسينتا بارير سببت ازمات وكده. في ادويه كان فيها اولاد، لو احنا نسمع ان في حد حامل فبيبقى عنده ارق، غثيان، تعبان، اللي هو مش على ما يرام خالص. ففي كده قالوا في امريكا قبل كده ان في دواء اسمه اللي هو زولدامايت، دواء في امريكا قالوا اللي هو اسمه زولدامايت، وقالوا نصحوا الامهات ان هم تعالوا خدوا زولدامايت ده حلو جدا وهيعالجكم ومش عارفه ايه. فالامهات ابتدت تاخده ان هو يخف عندها الغثيان او يخف اللي هو التعب بتاع الحمل ده. تمام. يفاجئوا ان بقى الاطفال يحصل لهم تراتوجينيك، يحصل لهم تشوهات يا ولاد ديورنج بيس او في الفيرست ترايمستر. يعني ايه الفيرست ترايمستر؟ ترايمستر اللي هو اول 3 شهور في الحمل، اللي هو الاولاني والتاني والثلاثي. اكيد عشان الام مش مستحمله الفيتس، دي حاجه جديده على الام في بطنها، فاكيد ان هي في غثيان، هي تعبانه، فخدت الدواء ده
يعني هو بنيت ان هو يعالجها، وسبحان الله سبب تراتوجينيك يعني تشوهات في الاجنه، تمام؟ زي لو هو او ديورنج بيرس، يا اما في تراي ميسترز او ديورنج بيرس. المورفين يا ولاد، المورفين ده مسكن عام بيسبب برضو، بس بيسبب اكتر من التاني نيونيتال اسفيكسيا. يعني ايه نيونيتال اسفيكسيا؟ هنزل لكم الصوره وقولوا لي فاهمين ايه. ده الزولزامايد يا ولاد اللي احنا قلنا عليه، اللي هو كان الام واخداه بس عشان الغثيان، وسبحان الله سبب تراتوجينيك اللي هو تشوهات، وده اللي هو النيونيتال اسفيكسي. النيونيتال اسفيكسي انا شايفه الولد فيه كده رجله بسيطه كده، شفتوا رجله متحوده كده على اليمين، يعني رجله اهي الصوابع اهي متحوده على اليمين كده، مش بسيطه، وفيها تحت كده زي اللي هو حاجه بلاستيك متركبه في رجله، وايده مامته صغيره خالص ومامته ماسكهاله، يعني عنده كسر في الاطراف، الاطراف بتاعته مفيش اطراف خالص. نيونيتال اسفيكسيا هتلاقي رجله مش واصله زينا كده نقدر نمشي عليها، ولا ايده. ده اللي بيسموه نيونيتال اسفيكسيا يا ولد، تمام؟ يبقى نطلع من البلاسينتا بارير، ان لو كلما الدواء بالمعلومات الرئيسيه خالص، مبلاش كل ده، كلما الدواء كان ليبيد سوليبل، كلما اخترق كلما الفيتس اخترق وراح للفيتس، خلص البلاسينتا بارير راح للفيتس، زي الكحول، الامهات اللي بتشرب الكحول وسجاير، ودي حاجه معروفه، تمام؟ قلنا الاكسكريشن والانزيماتيك ميكانيزم، لا دول اندر ديفلوبد في الاطفال، تمام؟ فالليفل بتاع الدراج هنا ايه؟ هاي اند بلورنج، تمام؟ الدراج اللي باسنج ثرو البلاسينتا بيسبب ايه؟ كونجينيتال ايه مالفورميشن، اللي هو تشوهات في الاجنه، سبيشالي في الايه، في الفيرست ترايمستر، في 3 اشهر من الحمل، اللي هو تراتوجينيك. زي ايه يا ولاد؟ الزولزادومايد اللي كان بيستخدم، تمام؟ او المورفين اللي بيسبب نيونيتال اسفيكسيا. المورفين بحرف الان والنيونيتال اسفيكسيا بحرف الان، المورفين بحرف الان والنيونيتال اسفيكسيا بحرف الان، عشان انا لو نسيت. والزولزامايد احنا قلنا ان هو بيسبب تراتوجينيسك، سواء اول ما اتولد او في تراي مسترس، تمام؟ يبقى احنا كده يا ولاد خدنا الباترن اوف ذا ديستريبيوشن، خدنا 6 حاجات، خدنا اللي هو سنجل كومبارتمنت، تو كومبارتمنت، مالتيبل كومبارتمنت، تو ريزرفوار، البلاد برين بارير والبلاسينتا بارير. اول حاجه يا ولاد احنا قلنا سنجل كومبارتمنت، اهم حاجه المعلومات سهله هنجيبها بدماغنا، بس اهم حاجه اسماء الادويه، ديكستران اللي اخرها ايه ان والهيبارين. تو كومبارتمنت قلنا 2 ام، 2 ام مانيتول كوترني امونيوم اللي هو كان عليه ان اتش 4. تالت حاجه مالتيبل كومبارتمنت اللي هو بيتحرك في كل الاماكن زي الكحول اللي معانا في كل حته. رابع حاجه تيشو ريزرفوار الكالسيوم اللي بيبقى في البون وفي التيس، والايودين بيبقى في الثايرويد جلاند، والتترا سايكلين اللي هي صاحبه الكالسيوم بتبقى فين؟ في البون وفي التيس، تمام؟ خدنا 5 حاجة البلاد برين بارير اللي بتسوليبل نون ايونز، ده شرط الاختراق، اي حاجه تانية ممكن تخترق. ولو في حاله الانفلاميشن البنسلين والامايكوزاي والامينوجلايكوزات بيقدروا يخترقوا، تمام؟ كده. وخدنا بعدين خدنا اللي هو البلاسينتا بارير، قلنا زي الزولزامايد ده اهم حاجه، والمورفين اللي اخره ان بالنيونيتال اسفيكسيا، تمام؟ دي الحاجات شبه الشائعه. كده احنا خلصنا ربع المحاضره، نتطرق للربع التاني بعدين ناخد ريست كده ما بين نص المحاضره والنص التاني، تمام؟ البندنج اوف ذا دراج تو بلازما بروتين، احنا قلنا في الاول لو انتوا فاكرين ان البلازما بروتين، احنا قلت ان البلازما بروتين دي عباره عن بروتينات مالها بتتصنع بواسطه الليفر او بتصنع بواسطه الكبد. هي مالهاش اهميه؟ لا يا ولاد هي اكيد ليها اهميه، بس احنا مش هنقول ايه اهميتها دلوقتي، ده مش موضوعنا، بس الدواء بيمسك فيها. يعني بالنسبه لي هنا رخمه، انا عايزه الدواء يتحرك. وبعدين يا اولاد برضو ممكن تبقى، يعني عارفه لما كنا بنقول يعني كل حاجه ليها ضرر وليها نفع، سلاح ذو حدين. ليها ضرر انها مثلا ايه، في دواء مثلا عايزاه يشتغل هي مسكاه، ليها نفع مثلا ايه، مخزنه الدواء ليا بحتاجه في في وقت تاني او في مكان تاني، اللي هو سلاح ذو حدين، تمام؟ البيندنج اوف ذا دراج تو بلازما بروتين يا ولاد، دراج سيركيوليت ان بلازما، دراج بيبقى في البلازما عادي، باوند تو بلازما بروتين اسمه باوند فراكشن، باوند تو بلازما بروتين باوند فراكشن، بي مع بي، باوند تو بلازما بروتين باوند فراكشن، ماسك. طب والبارشلي ان باوند ده اللي هو فري فراكشن، فري فراكشن ده اللي هو الحر،
يبقى فري يعني حر. اما التاني باوند فراكشن ده لازق في البلازما بروتين وماسك معاها مش هسيبك. تمام. البوست فراكشنز ار ان اكويبريم، يعني في تناسق ما بينهم او كده. تمام. البندنج تو بلازما بروتين يا ولاد ماله بقى؟ ريفيرسيبل ونون سيلكتيف. يعني ايه ريفيرسيبل ونون سيلكتيف؟ احنا قلنا ان انا قلت لكم ان البلازما بروتين ممكن تبقى سلاح ذو حدين، اللي هو حاجه نافعه لو انا عايزاها ريزرفوار، يعني لمخزن متخزنه لي الوقت انا عايزاها. ده بالظبط، يعني انا لو متخزناها في وقت انا عايزاها ممكن ابعد البلازما بروتين عن الدواء، فعمليه ريفيرسيبل اقدر ارجع فيها في اي وقت، وممكن امسكهم تاني مع بعض. يعني ريفيرسيبل يعني عمليه اقدر ارجع فيها في اي وقت. يعني انا مثلا نازله المحاضره، نازله من بيتي الساعه 9 مثلا وبيتي جنب الكليه والمحاضره الساعه 10، اقدر ارجع تاني البيت اجيب حاجه لو نسيتها. لكن انا نازله مثلا 10 ل 10 لا ريفيرسيبل مش هينفع كده، هتتاخري على المحاضره. تمام. فهمنا ايه الفرق ما بين ريفيرسيبل وان ريفيرسيبل. طيب والنون سيلكتيف يعني ما بيفرقش، هو بيمسك في الدواء خلاص، ما بيفرقش الدواء ده انا مش عايزاه اخزنه، الدواء ده انا عايزه اخزنه، الدواء ده انا عايزه اشتغل عليه، هو مش مفرق، هو بيمسك وخلاص. تمام يا ولاد. ده الباوند. يعني نطلع بالسلايدز دي من الحشو الكلام ده بالكلام اللي هو متلون، في عندي باوند فراكشن وعندي في فري فراكشن. الباوند فراكشن والفري فراكشن مالهم بقى؟ البيندنج تو البلازما بروتين مالهم؟ لا ريفيرسيبل، العمليه دي ريفيرسيبل نوت سيلكتيف، عشان ده سؤال جاي وهسالكم، واللي مش هيبقى عارفه هزعل منه جامد والله. يلا نكمل. هانت اهو بيندنج اوف ذا دراج تو بلازما بروتين، هنكرر نفس الكلام اللي اتقال بس بصوره تانية، باوند فراكشن وفري فراكشن. بص يا ولاد بديهيا كده جزء ماسك اقدر اكسره؟ لا، ده احتراما ليك يا كبد مش هقدر اكسر الدواء اللي معاك. طب هقدر اعمل له اكسكريتد؟ هقدر اخرجه من بره؟ لا، احتراما ليك يا كبد مش هقدر اخرجه منك، هسيبه معاك. طيب هيبقى اكتيف ويتحرك في جسمي؟ بقولت لا، ده هو مخزن ليا، متخزن ليا وقت ما انا احتاجه. تمام. على عكس طبعا الفري هيبقى اكتيف وايه واقدر اكسكريتد او اعمل العمليات اللي انا عايزه اعملها. ده الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي بس اهو. احنا قلنا باوند فراكشن شيلفلي ايتو الالبومين، احنا البروتينات اللي بينتجها الكبد واشهرها على ماده الالبومين. الدراج كان نوت جو تو اتس ريسبتور ات ذا سايت اوف اكشن، يعني ايه ما بيقدرش يروح للريسبتور في سايت اوف ذا اكشن؟ بصوا يا ولاد الخليه هنا برضو نتخطى الحاجات دي في الفيسيولوجي، بس لو ما خدتوهاش نقدر ايه نشرحها. ادي دي خليه مثلا عشان الدواء، وده الريسبتور بتاعها. الريسبتور ده يعني حاجه اسمها المستقبل. يعني ايه؟ لو في دواء هنا اهو قطعة صغيرة من الدواء اهي عايزة تروح للخلية دي وتشتغل عليها، عايزة تروح تشتغل على الخلية دي، ما ينفعش تدخل لها كده، لا مش تتعرف عليها، هتعتبره كأنه مادة سامة وتهاجم الدواء. طب تروح لها ازاي؟ تقوم تروح لها لايه؟ للريسبتور بتاعها. الريسبتور ده هيعرف اكتر عن الدواء، يعرف الدواء ده داخل يعمل ايه ويعرف الخليه. فاول ما يدخل للريسبتور فالريسبتور يدخل الخليه، فالخليه تدخل تتعامل معاه وبمنتهى الهدوء، ولا ايه تكون انتي بودي ضده ولا اي حاجه. بالظبط. انتي بودي يعني اجسام مضاده اللي هو تهاجم. تمام. يعني لازم ندخل كده من ايه؟ من الريسبتور، ما ينفعش ندخل لها كده على طول فيس تو فيس، لا لازم الريسبتور على طول. تمام. كان نوت بي ديستريبيوتد تو بودي تيشو، وكان نوت بي ميتابولايزد باي انزيم احنا قلناه، وكان نوت بي اكسكريتد اكت از ذا ريزرفوار اللي هو مخزن. بيندنج تو بلازما بروتين از ريفيرسيبل اند نوت سيلكتيف دراج اللي هو هايلي باوند تو بلازما بروتين ان جنرال اكسبكتد تو بريزيست يعني تستمر ان ذا بودي لونجر ذان زوسليس باوند. احنا قلنا طبعا ده هو مخزن، يعني هيفضل في الجسم اكتر من الفري باوند او الليس باوند. ده كله كلام عمال يقول كلام احنا اصلا قايلينه، مجرد تكرار بس نفهم بس مع بعض كده. الفري فراكشن هتقول لي ايه؟ هيقول لك اكتف ديفايزبل اللي هو بيقدر يتحرك. تمام. افيلابل فور باي ترانسفورميشن. بس عايز اكد هنا بس على حاجه، ايه الباي ترانسفورميشن دي؟ الباي ترانسفورميشن يعني ميتابوليزم، عشان لما تيجي كلمه ميتابوليزم ما نتفاجئش
يقول لي افيلابل فور ميتابوليزم، اقول له لا غلط، اصل هو ده قال لي ترانسفورميشن، باي ترانسفورميشن. لا يا ولاد، باي ترانسفورميشن يعني ميتابوليزم، تمام. والاكسكريشن اليمينيتد اند كونشسلي ريبليسد فروم باوند فراكشن، يعني اقدر اتحكم فيه، اقدر اخرجه بره جسمي. اليمينيشن دي يعني مصطلحين ميتابوليزم واكسكريشن. اند كونشسلي بحرز اقدر ريبليسد فروم ايه، باوند فراكشن، اقدر افرق الفري فراكشن من الباوند فراكشن. هو الدواء كان ماشي وكان رايح يشتغل، او من الكبد واخد جزء منه، يبقى اتبقى لي فري فراكشن، يبقى قدرت اللي هو ايه، ابدل الفري فراكشن من الباوند فراكشن، وممكن الباوند فراكشن يرجع تاني فري فراكشن وقت ما انا محتاجاه، تمام. ده البيندنج تو بلازما بروتين. هناخد السايتس والايه العوامل اللي بتاثر، وهو حاجه سهله جدا يعني. السايتس بتاعه البلازما بروتين ثلاث اماكن، ما فيش اي حاجه تاني ولا حاجه صعبه ولا محاضره، سهله جدا. بس نركز، الالبومين اكيد احنا قلنا ان الالبومين بيتصنع في الليفر، وهو اصلا ده الاماكن. ايه الالبومين اللي بحرف الاي؟ بيتمزج معاه الاسيد اللي بحرف الاي، زي الايه الوارفارين، ده دواء الوارفارين، ده دواء مهم جدا. والاندوميزاسين اللي انت عمال تقولي ده، سكمها لنا. الالبومين اللي هو كان اول حاجه خالص، اول حاجه في السايتس بتاعه البلازما بروتين، بتمسك في الايه اللي زيها الاسيد، زي ايه هيتبقى لي دواء بحرف ده، هي الدبليو، وممكن اقراها ام، الدبليو من فوق زي الوارفارين، اقراها ام من تحت اندوميساسين. يبقى الالبومين اللي بيتصنع بواسطه الليفر بيمسك في ايه، بيمسك في الاسيدك دراج، بيحصل ايه زي الوارفارين اللي بحرف الدبليو والاندوميساسين اللي بحرف الان. وكده انا مفيش اي حاجه. طب والالفا، الفا 1 اسيد جلايكوبروتين، الفا 1 الفا اهي دي، ده رمز الالفا 1 اسيد جلايكوبروتين. جلايكوبروتين، جلايكو يا ولاد يعني كربوهيدرات، يعني جلوكوز، وبروتين يعني بروتين، الجلوكوز اللي ماسك في البروتين. الفا 1 اسيد بيبند في ايه، ده عندي تاني حاجه هيتبند في ايه، هاي افينيتي تو بيزك دراج. لكن هنا كان عندي الالبومين اللي هو كان اول حاجه في السايت، هتمسك في الاسيدك اللي هي زيها بحرف الايه، وكان عندي هنا الدبليو اللي هي بتنطق اتنين، وارفارين واندوميساسين. هنا الالفا 1 هتمسك في البيزك دراج زي الايه، بروبرانول وكوانزينين. بروبرانول اللي هما الاثنين اللي بحرف الان، بروبرانول وكوانزين، يعني هنا الاثنين اللي بحرف الان. وعندي الجلوبيونز زي السيروكسينز والسكس هرمون. طب قول لنا التسكيمه كده نعرفهم، اقول لكم تسكيمه تعرفوه، A A بيساوي M او W، مش هنختلف، تمام. الفا 1 زائد B، انا خدت هنا الاي خلاص، اخد البي بقى، بتساوي البي اللي هو زيها بروبرانول بي ان، بروبرانول والان اللي هي بتاعت الكوانودين، البروبرانول مشترك في الان والكوانودين مشترك في الان. الجلوبلينز اللي اخرها اس، جلوبلينز زي السيروكسين زي السكس هرمون. اتمنى التسكيمه دي تعجبكم. يعني البومين لو بحرف الام بيمسك في الاسيد اللي هو ام او دبليو، ام لو قريتها من فوق اندوميساسين، ودبليو لو قريتها وارفارين. الالفا 1 اسيد جلايكوبروتين بيبند في ايه، في البيزك دراج، تمام، زي البروبرانول والكوانودين اللي بحرف الان. الجلوبلينز اللي بحرف الاس بتمسك في السيروكسين وبتمسك في السكس هرمون، تمام. هنا هو يا ولاد الرسمه دي انا جايبها لكم عشان توضح لكم، هو البروتين اهو، والدرج اهو مش رايح يمسك فيها اهو، اهو لازق فيها اهو، الدرج اللي هو بالاخضر والبروتين اللي هو بالازرق. هنا الفريف درج اهو بعيد عنها مش ماسك، لكن هنا كنا بنبص ماسكين في بعض اهو، تمام. وده هو البلاد سيلز اهو، وده الوعاء الدموي، تمام. فاضل العوامل، ثلاث عوامل بسيط جدا يعني، فاكتورز افكتنج البلازما بروتين. كده احنا خلصنا نص محاضره، شوف كنت فاكرينها صعبه. ايه الفاكتورز اللي بتافكت البلازما بروتين؟ اول حاجه نبدا بالسهل، بالاتش، drug distribution is increased in the neonatal due to low plasma protein concentration. يعني ايه ده؟ احنا قلنا الفيتس او النيونيتال اللي هو حديث الولادة، هما الاثنين الانزيماتيك بتاعتهم والاكسكريتد نون ديفلوبد. فالديستريبيوشن بتاع الدراج، لما قلنا الام دي لو خدت بق واحد من الكحول فهو مش هيأثر عليها قوي قد ما هيأثر على الطفل، لان هيبقى هيتوزع في كل مكان. drug distribution is increased in neonatal.
دي تو لاو بلازما بروتين كونسنتريشن، لاو بلازما بروتين كونسنتريشن، لاو بلازما بروتين كونسنتريشن. البلازما بروتين كونسنتريشن بتاعته قليلة، فالدراج بينتشر ليه؟ عشان مش بيلاقي بلازما بروتين يمسك فيها. هو الطفل ده لسه صغنون، ما عندوش اي حاجه، ما عندوش بروتينات ان يقدر الدواء يمسك فيها، فبيتوزع والدراج بيديستريبيوت. تمام. ايه تاني؟ قلنا البريزنس اوف ذا دراج ريسبتورز ان ذا سبيسيفيك تيشو. احنا قلنا عشان الخليه كده ما ينفعش تشتغل كده، لازم ريسبتورز، فالريسبتورز دي الدراج بيروح للريسبتورز دي عشان يتعرف عليه. الريسبتورز دي زي ايه؟ السكيليتال ماسل، السكيليتال ماسل، السكيليتال ماسل دي اللي هو السكيلت اللي هو يعني العظم بتاع جسمي، العظم المكون لجسمي. عنده هاي اكسبريشن فور ايه؟ ان ايه اللي هو صوديوم، كي دي يعني بوتاسيوم، اي تي بيز يعني صوديوم بوتاسيوم بامب، او صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز اللي هو البامبات اللي هي الايون شانلز اللي احنا كنا لسه بنقول عليها بتاعه الاكشن بوتنشال والكلام ده. اللي هو انك تلاقي ريسبتورز موجود في السبيسيفيك تيشو زي السكيليتال ماسل، موجودة الريسبتورز بتاعها فين؟ موجودة في ال NAK ATPase. ده target for the digoxin. ايه الديجوكسين ده يا ولاد؟ دواء مسؤول عن عضلات القلب، بديله عشان يزود معدل ضربات القلب فيقدر الدواء يتوزع في كل الأماكن. فالديجوكسين، الديجوكسين ده هو عشان يشتغل لازم الدواء بيجي على الريسبتورز بتاع السكيليتال ماسل. عند ايه الريسبتور بتاع السكيليتال ماسل؟ اللي هو ان اي كي اي تي بيس اللي هو تارجت فور ديجوكسين، وبيجي عنده وهو بيقدر يشغله لازم يجي على الريسبتور يتعرف عليه. قلنا الاتش، الاتش النيونيتال، اقل جرعه من الدواء تديستريبيوت في كل الاماكن. ليه؟ عشان هو ما عندوش بلازما بروتين ان الدواء يمسك فيها ويكلبش فيها ما تاذوش او كده. تمام. اخر حاجه بقى اللي هي ايه؟ الرينال ديزيز، الهيباتيك ديزيز، الهايبو البومينيا، اليوريميا، البرنس، النيونيتال ديزيز. ايه اللي انت بتقولي انا عماله ترغي كتير كده؟ رينال ديزيز يعني امراض الكليه. ايه امراض الكليه دي؟ الالبومين بتصنع عيارات بواسطه الليفر. طب وبيخرج بره جسم ازاي؟ بواسطه الكلى. الكلى بقى عماله تخرج الالبومين، يلا بره 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 بره، فالدواء جاي مفيش الكونسنتريشن بتاعه قلل، الكونسنتريشن بتاع البلازما بروتين ده هي عماله تخرجها، الكدني عماله تخرج في البروتينات الاساسيه. فالدواء هيمسك في ايه؟ فالفري فراكشن بتاع الدواء هيزيد، والدراج هيدستريبيوت برضو في الهيباتيك ديزيز. ده الدواء ما صنعش البومين اصلا عشان يمسك فيه الدراج، فالدراج مش هيمسك في حاجه، فالفري فراكشن هيزيد. طب في الهايبو البومينيوم هو بنفس الكلام، هايبو يعني قليل، البومينيا يعني البومين كتير في الدم، البومينيا يعني البومين في الدم، فهايبو البومينيا يعني البومين شويه، البومين ما فيش البومين. ده معنى الهيباتيك ديزيز، هما الاثنين نفس الكلمه على فكره. يعني اليوريميا في يورين، في يورين او بولينا او يعني يورين كتير، في تسممات، فالرينا مش قادره تفرق، عماله تخرج وخلاص، اما تخرج ممكن تخرج بروتينات ما هي مش عارف. البرنز الحروق، انا اما بتحرق اللي هو الدم بيتحرق، في الدم ده بيبقى مش فيه بروتينات، ما بتبوظ او بتتحرق او مش صالحه ان الدواء يمسك فيها. النيو بلاستيك ديزيز، النيو بلاستيك ديزيز دي اللي هي الاورام السرطانيه، الاورام السرطانيه ده اي ورم سرطاني، ده هو يعني خراب كده، يعني بيخرب في اي حاجه، يخرب في البروتينات، فالكونسنتريشن بتاع البلازما بروتين عندي في الاخر بيقل، واللي بيزيد الفري فراكشن، فبيقل دراج ديستريبيوشن. يعني احنا كل اللي خدناه بيزود الدراج ديستريبيوشن، وهنا الايدج بيزود الدراج ديستريبيوشن. ما عدا ده احنا قلنا ان الريسبتورز اللي موجود بس هو موجود للديجوكسين، ده اللي احنا قلناه في سكريتال مصر. يبقى احنا عملنا، قلنا السايتس، قلنا الفاكتورز مفيش. السايتس قلنا التسكيمة A A بيساوي M او W، التانية A1 زائد B بيساوي B N، تالت حاجة X او SXX ده السايتس، هنا الفاكتورز، هنا كل الحاجات بتعمل الدراج ديستريبيوشن وبتقلل الكونسنتريشن بتاعت البلازما بروتين. بس من الحاجه الوحيده اللي موجوده هنا الديجوكسين، الديجوكسين بيبقى في السكيليتال ماسلز عشان عن طريق الصوديوم بوتاسيوم بامب او اي تي بيز. بس ده اللي احنا كنا قلناه، وكنا قلنا في حاجه اسمها باوند فراكشن وفري فراكشن، ده في البيندنج بروتين عامه ككل. احنا كده خلصنا نص المحاضره.
الديجوكسين يا ولاد، هنفهم بس حاجة. الديجوكسين طبعا احنا عارفين نسيبنا خالص من بيزود الابزوربشن، تمام، بيقلل الديستريبيوشن. دراج ووز هاي بلازما بروتين بيندنج، الدواء اللي ماسك اهو البلازما بروتين اهو، والدواء ماسك فيها كده اهو، ماسك فيها كده، اكيد هيقلل الديستريبيوشن. هو مش عارف يتحرك، تمام، الميتابوليزم هو مش هيتعرف زي ما كنا بنقول في الباوند فراكشن. الاكسكريشن مش عارف برضو. التي هاف هيزيد. يعني ايه تي هاف يا ولاد؟ التي هاف دي يعني فترة عمر النص. يعني ايه الدواء يا ولاد؟ اول ما بيدخل بيدخل بكامل حيويته، بيبدأ يتكسر يتكسر ويتشغل عليه. ففترة عمر النص دي يعني الفترة ما بين ما الدواء دخل والدواء خلاص هيخلص، يعني ما بين دي وما بين دي في النص كده. يعني الدواء اللي انا دخلته ده الليفل بتاعه قل للنص، او المستوى بتاعه قل للنص، او كميته قلت للنص، ده اسمها التي هوف، تمام. فكل ما الهاي بلازما بروتين بيندك، كل ما انا ماسكه في البروتين، التي هوف عمال يمر ساعات، والتي هوف بتاعه الدواء عماله تعمل وتقل، والفري فراكشن خلاص عمال اشتغل وادى حاجته، يبقى التي هوف بتاعه فتره عمر النص بتاعه الدواء مالها؟ هتزيد. هتزيد ازاي؟ ما هو الفري فراكشن خلاص ادى حاجته، عندي الباوند فراكشن هو ماسك لسه موجود، ففتره عمر النص عندي زايده، هتفضل زايده كتير. ما هو الباوند ماسك، الفري خلص وخلاص، وخلص وعمل شغله، والباوند لسه موجود، لسه ريزرفوار، لسه مخزن. فالتي هاف هتزيد لوقت ما عاوزه، تمام. ليبل فور دراج انتر اكشن يعني ايه؟ وقت ما عاوزه هلاقيه، وقت ما عاوز الريزرفوار المخزن اللي انا عندي. لما اي حد مثلا تروح محل وتشتري حاجه يقول لك ايه، طب ثواني هجيب لك من المخزن، اللي هو لو اي حاجه جت، يعني لو اي فيروس ميكروب دخل جسمي والدراج متخزن عندي، هيقوم ضربه على طول وايه واخده. وطبعا الابزوربشن دي بس محدش ليها، ما لقاش ليها تفسير علمي. يعني الابزوربشن بتزيد الامتصاص، بس ممكن اقول لكم يعني وقت ما احتاج الدواء ده امتصاصه بيزيد للجسم، الهايلي بلازما بروتين امتصاصه بيزيد. حتى في الداتا مكتوبه جنبها علامات استفهام كده، تمام. نقدر نقول ان احنا خلصنا نص المحاضرة فعلا، دخلنا في العنوان الثالث اللي هو الكومبيتيشن. ياريت تاخدوا ريست كده. ايه الكومبيتيشن ده يا ولاد؟ زي ما شايفين اهو، ولد وولد بيتخانقوا مع بعض اهو. ايه ده؟ وبنت ايه ده؟ مستغربة يعني. هو الكومبيتيشن دي في كومبيتيشن ما بين الادوية؟ قلنا احنا عارفين اصلا، تمام. ايه بقى اللي عندي في الكومبيتيشن؟ بيقول لك كومبيتيشن فور بيندينج بتوين دراجز. الكومبيتيشن ما بين الدراجز، ايه الكومبيتيشن ما بين الدراجز؟ احنا قلنا ان الدراج اللي هاز هاي افينيتي تو بلازما بروتين ديسبليز اذر دراج ويز لو افينيتي، تمام. ايه هاي افينيتي؟ قلنا ان الدواء الكبير بيجي ياخد مكان الدواء الصغير وبيضربه. زي قلنا الدراج اللي عنده هاي افينيتي، افينيتي عاليه جدا اللي هو يمسك في البلازما بروتين، بيدبلس ديسبليس او بياخد مكان اللي هو دراج ويز لوور افينيتي تو بلازما بروتين. الهاي افينيتي دي يا اولاد اللي هي سلو ديسوشيشن ريت، سلو ديسكشن ريت. يعني ايه سلو ديسكشن ريت؟ اللي هو الدواء اللي ما بيتكسرش بسهوله، بيتكسر ايه ببطء. والهاي ريبيد ديسكشن ريت برضو اللي هو الايه، الدواء اللي بيتكسر على طول. يعني الدواء اللي ما بيتكسرش بسهوله بيحل مكان الدواء اللي بيتكسر على طول. الكونسنتريشن والاكشن بتاع الانباوند فراكشن اوف ذا بليست دراج انكريزد اند ليدنج تو انكريز الاكشن اند التوكسيسيتي. انت عماله تقولي ايه عشان انا مش فاهمه؟ هقول لك ان الدواء اللي هو عنده هاي افينيتي عاليه جدا للبلازما بروتين اللي يمسك فيها، بيمسك قبل الدواء اللي عنده، بيمسك مكان الدواء اللي عنده لو افينيتي. ايه الهاي افينيتي دي يا ولاد؟ يعني الدواء مش بيتكسر بسهوله، اما اللو افينيتي يعني الدواء بيتكسر بسهوله. الكونسنتريشن والاكشن، الاكشن والكونسنتريشن بتاع الانباوند فراكشن، الدواء اللي مش ماسك، اللي مش ماسك اللي هو اللي انا خدت مكانه ديسبليس، حطيت اللي هو انا قعدت مكانه، ده بيعمل ايه؟ بينكريز بقى. وشوفي مش انت او بيقول كده الجسم، مش انت خليتيه يقومني من مكاني ويضربني؟ طب بصي بقى هعمل فيكي ايه، هعمل لك توكسيستي، هعمل لك تسمم، هزود الاكشن بتاعه. يعني لو الاكشن بتاعه ان هو يزود ضربات القلب مثلا 120 مثلا عشان الجسم ده يقدر يشتغل بكفاءه، هيخليها 400، بيعني هيعملها توكسيستي في القلب. فهو كده يعني انا اتضربت من مكاني، طب والله انا عاني، تمام. فالدواء بيجي يقول للدواء التاني it is my place، ده مكاني.
يبقى الدراج اللي عنده هاي افينيتي عالية اللي هو بيمسك اللي هو بيتكسرش بسهولة، بيمسك اللو افينيتي اللي هو بيتكسر بسهولة. الاكشن والكونسنتريشن بتاع الانباوند فراكشن اللي هو الاكشن والكونسنتريشن بتاع الانباوند فراكشن اللي هو مش ماسك ار انكريزد بيزداد وبليدنج تو اكشن او توكسيستي. ايه الامثله اللي على كده؟ عندي 3 امثله على كده. تمام، هي السلايدز دي وهتبقى اللي هو ربع المحاضره الثالث خلص يعني ما تلاقوش. نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج ان سيد، احنا مسمينها كده في الفورما ان سيد، بس هي ايه اسمها كده في الشائع نان ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج. انتي انفلاماتوري يعني ضد الانفلاميشن، يعني بتعالج الانفلاميشن. نان ستيرويد يعني مش دهنيه، ستيرويد يعني دهون، نان ستيرويد يعني مش دهنيه. بتحل مكان الهايبوجلايسيميك ايجنت فريد ترانسيت هايبوجلايسيميك. يعني ايه النان ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز اللي هي الادويه اللي هي ضد الالتهابات بس مش دهنيه، بتعمل ايه؟ بتحل مكان الهايبوجلايسيميك ايجنت. ايه الهايبوجلايسيميك ايجنت؟ مرضى السكر مثلا لازم ياخدوا هايبوجلايسيميك ايجنت، يعني مثلا مرضى السكر سكرهم 400، طب ما هو ده غلط، يعني ده سكره 400 لازم يقل. ازاي؟ ادوا هايبوجلايسيميك ايجنت، هدي له عوامل الهايبوجلايسيميك ان هي تقلل الريت بتاع الايه السكر شويه، من بدل 400 يبقى 300، حبه حبه يبقى 250، حبه حبه يبقى 200، حبه حبه يبقى 150 وهكذا. بيدي ترانسميت هايبوجلايسيميا، يعني ايه ترانسيت؟ يعني مؤقت، هايبوجلايسيميا مؤقته لحد ما المريض ده يبتدي مثلا يقيس السكر، لا ده واطي قوي، من بدل 400 بقى 50 مثلا، بقى 30، لا افوق اقوم ايه، ده انا اخدت نان ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج هو اللي اكيد حل مكان الادويه. فعشان كده يا اولاد لو دكتور شاطر بيسألكوا اول حاجة اول ما تروح للدكتور يقولك طب انت بتتعالج من حاجة تانية، طب انت بتاخد مرض تاني، طب لو معك اللي انت عندك مرض تاني طب وريني الروجيتا، اكيد مش تطفل، لعشان ما يديش دواء. يعني مثلا يكون دكتور انت عندك ولا قدر الله السكر فبتاخد هايبوجلايسيميك ايجنت، يجي الدكتور يديك مضاد للالتهابات مثلا عندك التهابات في حتة، فيقوم ده حل المكان ده وبقى انت ايه السكر يكون باظ على حساب ان هو بيعالج الالتهابات، لا خالص. في ده حاجه اسمها دراج انتر اكشن اللي هو التفاعل ما بين الادويه، لا يبقى الدكتور بيبقى ناصح كده وعارف ان هات الروجيتا بتاعتك عشان اعرف انت بتاخد ايه وما بتاخدش ايه. تمام، السلفونامايد، استغفر الله العظيم يا رب، سلفونامايد. ايه السلفونامايد دي يا بلاد؟ بتحل مكان البيلروبين. هو ايه البيلروبين يا ولاد؟ بصوا، هو الاطفال اول ما بتتولد كده تقول لها ايه، في اطفال يقول لك ايه ده جالها صفره، ده عرضيها للضوء الابيض. ايه الصفره والايه عرضيها للضوء الابيض ده؟ كرات الدم الحمراء، عشان هو ده طفل فيتس وقلنا عن الانزيماتيك بتاعته مضروبه والحاجات دي بتاعته مضروبه، فاول ما بيتولد عنده كرات الدم الحمراء بتتكسر، بتبتدي تتكسر 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 تتكسر، فبتكون بيلروبين. تمام، البيلروبين ده بيبقى ماسك، يعني بيبقى فيه بيلروبين سايب في الدم، فواحده واحده بقى كده يقدر يتخلص منه شويه بشويه شويه بشويه. طب انا الدواء ده، طب انا لو قدر الله يعني ده انتي بايوتيك، والسلفونامايدز ده انتي بكتيريا، يعني مثلا لو الطفل ده مثلا بطنه بتوجعه مثلا اللي هو مثلا مولود عنده زي مغص او كده، فانا بديله انتي بكتيريا مثلا، ممكن يكون بكتيريا دخلت من وهو مثلا بيشرب اللبن مثلا من بيبرونه وكده، بكتيريا كانت مش نظيفه، الببرونة مش نظيفة فدخلت له بكتيريا. تمام، اللي هو السلفونامايدز اللي هي انتي بكتيريال دراجز اللي هو هتعالج البكتيريا دي، وهو اصلا كان عنده بيلروبين، عنده صفرة ومامته مش واخده بالها، فيؤدي الى فري بيلروبين. البيلروبين بقى يعني السلفونامايدز هي كان ما كانتش قوية زي البيلروبين، عذرا هو السلفونامايدز هي دي قوية. تمام، قوية بس مش في قوة البيلروبين، البيلروبين ده ضعيف خالص، اما السلفونامايدز دي يعني ايه قويه. فالتانيه بقى تظهر قوتها، البيلروبين ده يظهر قوته ازاي بقى؟ بيروح يترسب في البيز الجنجليا. الجنجليا دي يا اولاد يعني جزء كده في المخ اسمه جنجليا، قبل ما تفهموا شرحه، بيتوسف في الاكسترا بيراميدال موتور سنتر في السي ان اس. تمام، بيعمل ايه؟ كنتريورز موجوده في الانفنتس. يعني ايه كنتريورز؟ يعني ده كنتريورز دي كلمه لاتينيه معناها الترسيب البيلروبين في البيزا الجنجلي. فبيعمل ايه؟ بيعمل ليزري، يعني ليزريجي يعني زي زوائد جلديه كده، في زوائد جلديه
ديسكريز اللي هو الفيدينج، تلاقي اللي هو الطفل مش عايز مش عارف ياكل، تمام. انفولانتري موفمنتس، الطفل يعني مثلا بيحرك ايده في حركات غريبه كده يعني مش ثابت. الجانجليا اللي هو موجوده في السي ان اس اصلا بايظه، ابتدت تبوظ، فاصلا السي ان اس مش مظبوط، جسمه مش مظبوط، البرين بتاعه مش مظبوط، فهو مش عارف يحرك ايده، تمام، او بيحركها في اماكن غريبه، مثلا بيعمل يحرك ايده ورجله اماكن غريبه ويعمل حركات غريبه. يبقى السلفونامايدز بتعمل ايه؟ ده انتي بكتيريال دراج. ده كان عندنا طفل عنده بكتيريا، جات له بكتيريا من الببرونه، تمام، وفي نفس الوقت ده كان عنده بلوروبين ومامته مش واخده بالها، فجه السلفونامايدز ده كتب لها الدكتور، كتب لها السلفونامايدز عشان ايه؟ انتي بكتيريال دراج. وهما الاثنين ولا الدكتور ولا مامته واخدين بالهم من البلوروبين، راحت البلوروبين هي قويه بس مش في قوه الايه، السلفونامايدز دي هي القويه اكتر. فراحت طب والله لو اوريكم قوتي، وراحت عامله فري فراكشن وراحه في البيزال جانجليا ومترصبه في الموتر سنترز، هتعمل كنتريورز في الفنتس، وهتعمل اللي هو ديسكريز الفيدنج، مش هيقدر ياكل، انفرانتري موفمنت، عمال يحرك ايده ورجله في ايه، في يعني اتجاهات مختلفه، تمام. يبقى نانسترويد انتي انفلاماتوري دراج ده اللي هو يعني نجيبهم من تاني، نانسترويد انتي انفلاماتوري دراج ده بيحل مكان الهايبوجلايسيميك ايجنت، بس بيؤدي الى من ستر ربنا ترانزيت مؤقت، لان يا ولاد غيبوبه السكر المنخفض اخطر بكثير من غيبوبه السكر المرتفع. عشان كده لما يقول لك يعني حته كلينيكال، لما تلاقي حد مثلا من عيلتك مغمى عليه وانت عارف ان هو عنده سكر، ادي له حاجه فيها مسكره، حتى لو سكره 400، حتى لو سكره 400 هقدر الحقه، لكن سكره 3 4 مش هقدر الحقه. لازم السكر المنخفض اخطر بكتير من السكر المرتفع. عندي تاني حاجه، السلفونامايدز مالها؟ هي انتي بكتيريال دراج، مالها بقى؟ بتسبليس البيلروبين، فالبيلروبين بيتحول في البيزا الجنجليا، فبيؤدي الى اهم حاجه اللي هو الانفولونتري موفمنت بتاعه السكيلتال موسل، دي اللي هتجيلكوا في الامتحان. الباقي ده يعني زي حشو كده، اللي هو الكلام اللي بص يا ولاد، طالما هتلاقيته كلام بالملون كده، ده الكلمات المهمه، الحاجات المهمه، تمام. عندي حاجه تالت حاجه بقى، السلفونامايدز دي هي ورايا هتحل ايه مكان بقى ايه؟ الاورال انتيكو اجلانت زي الدوكرومول. الدوكرومول وايه الاورال انتيكو اجلانت دي يا ولاد؟ بص يا ولاد، الدم يعني انا ما بتعور كده، فايدي اتفتحت طلعت شويه دم، فلازم يعمل عوامل التجلط. فعوامل التجلط دي بتقفل الفتحه شويه وبترسب شويه دم، تمام. ففي ادويه مثلا، في ناس بتبقى عندها سيوله، عندها قصدي في ناس بيبقى مثلا عندها سيوله، في ناس اصلا مش عندها بلتيت، ما عندهاش صفائح دمويه او مش عندها بسرعه بكفاءه او كده، فبتاخد حاجه اورال انتيكواجولانت. الاورال انتيكواجولانت ده يعني مضاد عوامل التقلط، تاخده عن طريق الفم. بيحصل ايه؟ عشان تقدر لما هي تتعور البلاتيت تيجي اللي هو الصفائح الدمويه تقدر تترسب عندها وتتكون زي الدوكرومول. لا، السلفونامايدز دي بتيجي تحل مكان الصفائح الدمويه، وهي اصلا عندها سيوله في الدم وما عندهاش صفائح دمويه، فاللي يحصل تبليدي تنزف. يعني انا بنت مثلا عندي عندي اللي هو ايه، سيوله في الدم، دمي اللي هو سايل، لو انا كده حاجه اتعورت تلاقي نص لتر دم نزل مني. طيب حاجه كمان، والصفائح الدمويه عندي مش 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 كويسه، ما هي لو كويسه كانت هتعمل ايه؟ كانت هتقف تعمل ايه؟ بليتيت. لا، وكمان ايه، الدكتور اداني سلفونامايدز، فهيحصل ايه بقى؟ اول ما اتعور كده يحصل على طول بليدنج، عشان هو حل اصلا الانتيكواجولانت اللي هو الاورال انتيكواجولانت اللي انا كنت باخدها، فادى الى ايه؟ البليدنج، تمام، النزيف. دي اللي هو الاكزامبلز بتاعت البنك. اخر حاجه اللي هو البطن اوف ذا ديستريبيوشن، بس قبل الاخر حاجه، البنوته دي جايه بتقول لكم اللي هو بليز بي هابي، يعني ما تخليوش الدراسه تاثر على نفسيتكم. يا ولاد اللي هو ايه، قليل دائم خير من كثير متقطع، اللي هو انا كل يوم هذاكر محاضرتين افضل بكتير من ان انا هذاكر 4 محاضرات في اليوم وهاجي اليوم اللي بعده تعبانه ومش هذاكر. قليل دائم خير من كثير متقطع. مش عايزه تستريس على نفسكوا خالص ولا اي حاجه، كل حاجه بتعدي وبتعدي باذن ربنا ان شاء الله، بس اهم حاجه انكم تكونوا مصفين ضميركم وعاملين كل اللي عليكم. يعني
هنيجي في عنوان ال pattern of the distribution, volume of the distribution. ايه ال pattern volume of the distribution؟ قبل ما نشرحها يا ولاد يعني كده, قبل ما نشرحها عايز اقول لكم حاجه, انها not really volume, يعني دي افتراضيه وافتراضيه خطا, بس حطوها واحنا هندرسها وانتوا هتدرسوها. هي دي افتراضيه اهي وافتراضيه غلط, بس هي محطوطه وانتوا هتدرسوها. ازاي ده؟ هقول لكم دلوقتي. بيقول لك ايه؟ it measure يعني بتقيس, of it measure يعني اداه بتقيس الدراج ديستريبيوشن. ازاي بقى؟ it is relates, بتعمل علاقه ما بين amount of the drug in the body, كميه الدواء الموجوده في الجسم, للconcentration بتاع البلازما. يعني حاجه غبيه قوي صراحه, يعني هي غلط وبتعمل تركيزات, يعني تعمل حاجات غلط, يعني تحس ان هي كده كلامها مش مفهوم اصلا. يعني ايه؟ بيقول لك يعني الفي دي بتساوي ايه؟ اسمها VD. الVD بتساوي ايه؟ كمية الدواء بالعربي, هو كمية الدواء اللي موجودة في الجسم, الموجودة في الجسم على تركيزها في البلازما. تمام؟ هي اصلا مش صحيحة, يعني الابتن فوليوم اوف ديستريبيوشن دي اصلا معادلة ايكوال مستحيحة, لكن احنا بنقول ان هي بتساوي كمية الدواء الموجودة في الجسم على تركيز الدواء في الايه, على تركيز قصدي الكونسنتريشن بتاعت البلازما. يعني ايه؟ انا خدت دواء مثلا وليكن خدت 3 جرام من الدواء وتركيزه في البلازما فضل 3 جرام, يبقى كمية الدواء, بعمل ريليشن شيب, علاقة ما بين كمية الدواء اللي انا خدتها في جسمي وتركيز الدواء ده موجود في البلازما, تركيزه كام في البلازما, في كام جرام من اللي انا خدتهم موجودين في البلازما. تمام؟ ال VD اللي هو الفوليوم اوف ذا ديستريبيوشن بتتقاس باللتر او اللتر على كيلو جرام. خلي بالكم ان التحولات, يعني هي لو جت باللتر او باللتر على كيلو جرام تمام, بس يبقى جايب اللتر او باللتر على كيلو جرام والتوتال اماونت اللي هي الكيو دي بيقول لك بتدوس باي زي ملي جرام, يعني ما لقيتش جرام وملي جرام وشغل المساله, لا خالص, اقف لاما حول الملي جرام لكيلو جرام, هي دي لازم تتحول, لان الفوليوم اوف ديستريبيوشن اللي هي بتساوي ال اللي هو باللتر او باللتر على كيلو جرام, لازم احول الملي جرام لجرام يا ولاد, الكيلو جرام لازم احول الملي جرام لكيلو جرام. ما ننساش الموضوع ده عشان دي بتيجي في الام سي كيو, يبقى راس المساله وعادي وتكون وتجمع وتعمل وتحل المساله وتلاقي في الاخر ان هي كانت بالملي جرام وبالكيلو جرام, وتلاقي اصلا في اختيار كده عشان يلخبطك وتحلها وتبقى خارج من الامتحان اللي هو مبسوط انا جايب كده, وتلاقي اصحابك عاملين حاجه تانية. تمام؟ والسي بي يا ولاد بتتقاس بالملي جرام على الملي لتر. يعني ايه؟ بصوا يا ولاد احنا ممكن نقول التحويلات بايه, عندي اللتر او لتر على كيلو جرام او دي اور بتساوي ايه؟ الدوز اللي هي بالملي جرام على ملي جرام على الملي لتر. بصوا يا ولاد هنا كده الملي جرام هتروح مع الملي جرام, هتبقى لي الملي لتر. تمام؟ لما اطلع الجرعه بالملي لتر اشوف الامتحان هي مكتوبه بالملي لتر ولا لا. لو مكتوبة باللتر حول ملي متر للتر عشان هلاقي اختيار, يعني مثلا هتطلع 4 ملي لتر هلاقي اختيار 4 لتر فقوم حلها وخلاص, يعني مكملة. لا انا اختلعت بالملي لتر, هتطلع مثلا نقسم على الف هتطلع 4 من 100 ملي لتر وهكذا. يبقى خلي بالي من الوحدات, جالب لي مثلا الفي دي هنا بالكيلو جرام الا على كيلو جرام. تمام؟ وعايز لي كيو, فالكيو لما تطلع اكيد هتطلع بالكيلو جرام, وهو اصلا مثلا كده في المساله ملي جرام, فاقوم انا نفس الاختيار وخلاص وناسيه الوحدات, اركز في الوحدات. يبقى كده اول حاجه في الفوليوم اوف ديستريبيوشن, اول حاجه اركز في الوحدات. نيجي نتكلم بقى الفوليوم اوف ديستريبيوشن يعني ايه. الفي دي بتساوي كيو على السي بي دي. الفي دي اللي هو الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتساوي الكيو اللي هي توتال اماونت اوف ذا دراج احنا لسه قايلين, بس بالملي جرام, على السي بي اللي هي البلازما كونسنتريشن بالملي جرام على الملي لتر. وخلي بالي من الوحدات, يعني كميه الدواء اللي انا خدته موجودة في جسمي بالنسبة لتركيزه في البلازما. طب هتستفاد بها ايه؟ لا طبعا دي ليها اهميات, واهميات بالرغم انها معادلة خاطئة بس بتعمل لي اهميات, شبه بعرف يعني تنبؤات كده, بعرف تنبؤات وحاجات. هقول لكم هي اهميتها ايه دلوقتي ما نبلاش نسبق الاحداث. بقول لك يا ولاد ان الفي دي الفوليوم اوف ديستريبيوشن از انكريزد باي انكريزد التيشو بيندنج. خلي بالك ان هو بيقول التيشو بيندنج مش البلازما بيندنج. يعني ايه؟ يعني كلما الفوليوم اوف ديستريبيوشن كلما
الدراج اتوزع ما بين ده وما بين ده وما بين ده ومن ده، كمية الدواء وكمية البلازما، الدراج ده اتوزع هنا والدراج ده اتوزع هنا والدراج ده اتوزع هنا والدراج ده اتوزع هنا. increase the tissue bending الفوليوم اوف ديستريبيوشن، كمية الدواء اللي ديستريبيوتد او اتوزعت كتير كلما مشك في الخلية. يعني جه دواء مسك مثلا بنسبة 5 جرام في الخلية دي او 5 ملي جرام في الخلية دي، وهو اصلا كان داخل 7 ملي جرام، فكميه كبيره مسكت في التيشو بيندنج، فالفوليوم اوف ذا ديستريبيوشن ده 5% اتوزعوا منه، عكس دواء تاني هو كان 7 اتوزع بس 2 جرام. الفوليوم ديستريبيوشن ديسكريز باي ديسكريز الايه التيشو بيندنج، كلما زاد ان الدواء يمسك في التيشو كلما فوليوم اوف ذا ديستريبيوشن زاد. تمام. طب والبلازما بيندنج بقى، ما احنا قلنا البلازما بيندنج هي كده قرطه جدا بتمسك في الحاجه مش بتسيبها، هو دواء مسك فيها مش هتسيبه خلاص، الفوليوم اوف ديستريبيوشن ايه هو مش هيتوزع اصلا غير لما احتاجه بقى في حالات تانية. تمام. وانكريز باي انكريز الليبيد سوليبل، اي حاجه انكريز باي انكريز الليبيد سوليبل من غير ما اعرف، اول ما اي حاجه يقول لك از في ان دي مثلا از ديسكريز انكريز وجايب لك انكريز الليبيد سوليبل، هي انكريز الليبيد سوليبل انكريز مع اي حاجه الليبيد سوليبل. ما هو الدواء الليبيد سوليبل قلنا ده اللي هو افضل بيتر دراج اللي هو يقدر يتحرك في كل مكان وفي اي مكان، فالفوليوم اوف ديستريبيوشن بيتوزع في اي مكان. تمام كده فهمتوني، اتمنى من الله ان انتوا فاهميني. يعني دي مساله زي مساله هاي وهنحلها. بيقول لك توتال دراج ان ذا بودي از 1000 ملي جرام، توتال دراج ان ذا بودي 1000 اهو، الفي ال لو الفي دي بتساوي كيو على السي بي، الكيو كميه الدواء في الدراج، الكميه هو 1000 ملي جرام، خلي بالي الملي جرام حط على تحتها خط كده. تمام. هو كاتب تحت نكمل تحت وبيقول ان الكونسنتريشن بتاع البلازما 50 ملي جرام على ال، لا انت كده ماشيه صح، انت هنا كنت ملي جرام وهنا ملي جرام، نحط هنا 50 بس اللي هيطلع لي، هيطلع بالملي لتر ولا باللتر؟ لا طبعا باللتر، عشان هو قال هنا 5 ملي جرام على اللتر، فهيطلع طير الصفر مع الصفر 100 على 5 هتطلع ب20 لتر، ولا 20 ملي لتر ولا 20 ملي جرام. احنا قلنا التركيز بتاعه لا اما باللتر لا اما باللتر على الكيلو جرام. تمام. دي المسألة. اخر حاجة او شبه الاخيرة الفاكتور اللي بتأفكت، وبعدين الاهمية ايه الفاكتور اللي بتأفكت بقى، الفاكتور افكتنج فوليوم اوف ذا ديستريبيوشن البلاد فلو تو ديفرنت اورجانز. طبعا يا ولاد ما هو كلما كان البلاد بفلو، البلاد ده مليان بالادويه، كلما زاد الفلو بتاعه او ان هو بيتحرك كتير فالدواء هيوصل لاماكن كتيره، اول ما الدواء يوصل لاماكن كتيره فهيتوزع في اماكن كتيره، فالفوليوم اوف ديستريبيوشن هيزيد، وده طبيعي جدا اللي بتقولي ولسه قايلين مش هنكرر عشان وقت المحاضره ما تتعبوش. الدراج البندنج تو بلازما بروتين طبعا بتافكته عشان بيقل كنت كلما مسك في البلازما بروتين. البيندنج تو سيل اند تيشو كونسنتر اللي هو التيشو البيندنج تو سيل اند كونستيتيوتنس دي، وتيشو ريزرفوار زي سيبر فور. يعني ايه سيبر فور؟ يعني قلناها قبل كده زي ايه يا اولاد، احنا قلنا لما الدواء بيمسك في السيلز وبيمسك في التيشو كونسنشن او كده بيزيد الفوليوم اوف ديستريبيوشن بيزيد، ده هو واخد دخل واخد 5 جرام، ده واخد 1 جرام، ده عمال بيزيد عمال بيتوزع. يبقى الفاكتورز اللي بتافكت البلاد فلو، الليبيد سوليوبل، البيندنج تو بلازما بروتين، والبيندنج تو تيشو. دي نفس السلايدز اللي فات بالظبط، بس بيقول لك فاكتور المره اللي فاتت احنا قلنا بنقول ايه اللي بيزيد وايه اللي بيقل. تمام. الدراج اللي هاز هاي فوليوم اوف ذا ديستريبيوشن زي اللي احنا كنا قايلينها في اللي بتاعت البلازما بروتين بيندنج بيعمل ايه بقى، الهاي ليبيد سوليوبيلتي، عنده هاي ليبيد سوليوبيلتي طبعا، فالابزوربشن امتصاصه بيقل بيزيد قصدي، والديستريبيوشن بيتوزع، والميتابوليزم بيتكسر، وعشان بيتكسر والجسم بيستفيد منه فالاكسكريشن بتاعه هيقل، الجسم بيستفيد بكل قطره من الادويه، مفيش ده شويه اكسكريشن مثلا لو في بواقي هتعمل توكسيتي هتبقى بواقي صغيره لان ده عمال يتكسر والجسم عايزه بحاجه ليه. هاي تيشو بيندنج اللي هو تيشو ابتيك اهو عمال يزيد. لو بلازما بروتين بيندنج ده عمال يتحرك في كل الخليه هيمسك في البلازما بروتين ازاي، الدوز لودنج دوز هتزيد والتي هاف هتزيد والاليمينيشن هتقل. الاليمينيشن يعني مفهوم الاكسكريشن، اليمينيشن يعني اكسكريشن يعني انا بتخلص من الدواء ده فاكيد هيقل. تمام. والتي هاف اللي هو فتره عمر النص بتزيد، اللي هو الدواء ده عمال يشتغل عمال يشتغل عمال يشتغل عقبال ما انا اوصل لفتره عمر النص بتاعته، الموضوع ده هيبقى
يعني هنطول عقبال ما نمسك في الامر النص ده. هاز فوليوم اوف ذا ديستريبيوشن ده عمال يتوزع هنا ويتوزع هنا، وده بيستفيد منه وده بيستفيد منه وده بيستفيد منه. عقبال ما ابتدي اخلص، عقبال ما ده يخلص فايدته منه وده يخلص فايدته منه، هيبقى خد وقت كبير وعمال يتوزع في الجسم، فالتي هاف عماله بتاعته بتكبر. الدوز لودنج دوز بتزيد. ايه الدوز واللودنج دوز دي بتزيد يا ولاد؟ بصوا يا ولاد، في حاجه اسمها سيربيتك لودوز وفي حاجه اسمها لودنج دوز. لودنج دوز ده يعني ايه؟ انا رحت كشفت عند الدكتور، اديني شيت برشام من ده وشيت برشام من ده، قال لي خدي برشاميه من دي قبل الفطار وده قبل الغدا مثلا. فانا كل يوم اصحى الصبح افطر، قبل ما افطر اخد البرشامه دي، وقبل ما اتغدى اخد البرشامه دي. فالتشو عماله بتاخد من البرشام، عماله تاخد من البرشام، عماله تاخد من البرشام كل يوم كل يوم كل يوم. فاللودنج دوز دي الجرعه اللي انا عماله ببنيها. لودنج يعني لما حد يقول لودنج كده يعني حاجه قريبا، فقريبا انا ربنا ان شاء الله هيشفيني، تمام؟ لان انا عماله اخد 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 دواء، فالدوز بتاعت الدواء دي هتزيد. ما انا كل يوم باخد وكل يوم الدراج ده بيتوزع عشان انا تعبانه، فالدوز بتاعتي بتزيد والتهاب بتزيد وهكذا. ده كل اللي احنا قلناه في السلايدز اللي فات. السيرابيوتيك دوز بقى يا اولاد اللي احنا ما قلتها لكوش، يعني السيرابيوتيك دوز دي يعني النقطه البوينت اللي بيوصل عندها اللي انا اتشفيت خلاص، انا خدت السيرابيوتيك يوز الجرعه العلاجيه بتاعتي كامله، الدراج اتشبع بالدواء وخلاص، مش ايه الديفكت ايه اتصلح، تمام؟ نيجي للاهميه الفوليوم اوف ذا ديستريبيوشن وشبه اخر حاجه خلاص، وهنحل شويه ام سي كيو صغيرين خالص في ثانيه. اصلا it is important of the volume of the distribution. It is estimate يعني بتحدد extent of the extravascular tissue uptake of the drug. يعني ايه؟ بتحدد مدى، المدى بتاع التيشو ابتيك، التيشو ابتيك بتاخد قد ايه التيشو دي من الدراج ده. يبقى important of the volume of the distribution it is an estimate ان هو اداة بتحدد of the اداة بتحدد الاكستنت الامتداد بتاع الاكسترافاسكولار تيشو ابتيك باي ايه؟ باي ذا دراج. ازاي بقى؟ يعني هي بتحدد قد ايه الدواء ده بياخد من الدراج. يعني في ادويه بتبقى سمبل سمول فوليوم اوف ذا ديستريبيوشن ما بتتوزعش بنسبه كبيره، وفي ادويه بتشتغل بفوليوم اوف ذا ديستريبيوشن بتوزع على اماكن كتير. يعني ايه يا منى انت عماله تقولي ده؟ بص يا ولاد، سمول فوليوم اوف ذا ديستريبيوشن زي الفورزامايد. يعني ايه الفورزامايد ده يا ولاد؟ دايوريتك. دايوريتك يعني مضر البول. يعني ايه؟ انا خدت الفورزامايد، هتاخدوها فين يا ولاد؟ معلومه ليكم في الكلينيكال، الفورزامايد ده يا ولاد لما يكون في مريض الضغط بتاعه والهايبرتنشن بتاعه عالي، فكده الدم بتاعه كبير وعمال يتحرك في اماكن كتيره، هيموت مني، فاقوم اديله الفورزامايد، يقوم عمال ينزل السوائل اللي في جسمي، ينزل ينزل، فالضغط بيوطى، تمام؟ هو بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على الكدني بس، بيشتغل على الرينال بس، والديستريبيوشن بتاعه ان هو سمول فوليوم اوف ذا ديستريبيوشن على الكدني بس، هو عمال يخرج الميه اللي في جسمي الموجوده في الكدني بس عشان ابتدي اقلل ضغط الدم. دايريتك مدر البول، وباخد اللي هو التيشو اللي بتاخد بس هي الكدني، عكس دواء تاني عمال ياخد الكدني ويدي البرين ويدي الهارت ويدي الليفر ويدي الرجل ويدي الايدي ويدي، عمال يشتغل في كل الاماكن. عكس دواء تاني اللي هو الجوكسن اللي احنا قلنا ان احنا بنشتغل على القلب، ده بوستيف اينوتروبيك يعني بيزود الهارت ريت، اينوتروبيك ده يعني بيزود الهارت ريت وضربات القلب وبيزود الحاجات دي كلها، بيخلي القلب يعني بصحه، بيضرب دقه ده جامده كده تقدر تقويني وتخليني اعرف ادي عملياتي الحيويه، تمام؟ يعني الديجوكسين ده بيشتغل على ايه؟ هتقولي ده بيشتغل على القلب. طب يا حبايبي ما هو القلب ده بيشتغل في كل مكان، فهو يعتبر بيتوزع، اما القلب بيضخ الضخه ما فيها الفورزامايد فيها الدواء ده، فبتروح لكل مكان موجود في الدم، فبيروح لكل مكان، عكس عكس اللي هو الفورزامايد انا خدته راح للكدني بس، اما الديجوكسين لا ده انا موجود في كل مكان في جسمي، تمام؟ يبقى عندي سمبل فوليوم اوف ذا ديستريبيوشن زي الاي فورزامايد ده بيشتغل على الكدني بس، لارج فوليوم اوف ذا ديستريبيوشن زي الديجوكسين ده بيشتغل على كل اجزاء جسمي. ده اول اهميه. تاني حاجه في حاله التوكسيستي، يعني ايه في حاله التوكسيستي؟ يعني واحده منتحره مثلا بتشيل برشام، فالتوكسيستي بتاعتها عاليه. يعني مثلا يا ولاد في واحده جابت شريط ديجوكسين مثلا وانتحرت بيه، طبعا احنا في الديجوكسين دي مثال على الديجوكسين بالمناسبه، يعني هي جابت شريط برشام وانتحرت بيه، تمام؟ طب هنعمل لها ايه؟ ده الديجوكسين ده شغال على الجسم، هعمل لها في حاجه يا اولاد اسمها غسيل، غسيل المعده.
تمام اغسل معدتها من الديجوكسين. ينفع يا اولاد اغسل معدتها من الديجوكسين؟ انتوا بعقلكوا كده اغسل معدتها من الديجوكسين وهو اصلا بيروح جري 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 على القلب عشان يشتغل، ضربات قلبها هتزيد بسرعه. ينفع اغسله اغسل المعده وانضفها؟ لا، ده فوليوم اوف ذا ديستريبيوشن، ده بيروح بسرعه جدا وبيروح في كذا مكان. هجيبه منين ولا منين ولا منين؟ هجيبه من الكبد ولا هجيبه من الكلى ولا هجيبه منين؟ ده الدم، ده القلب ضخ الدم لكل مكان، هجيبه منين؟ هعمل لها غسيل معده ايه؟ ولا هيفيدها باي حاجه. دي لا اما اديها ادويه لا اما ربنا معاها بقى، هي اللي جابته لنفسها صراحه. ده حاجه. طب انا بقى لو اديت، لو الدواء مثلا بيشتغل مثلا 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 على المعده وهي انتحرت بيه، هحاول، خدت اسبرين مثلا، هحاول اعمل لها دياليسيس، اعمل لها غسيل معده اللي هو بالفحم والحاجات دي، هحاول اخرج اللي هي خدته وهيبقى نافع معاها. يبقى الدياليسيس از نوت يوزفول وذ لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن. هي خدت ديجوكسين، اجيبه منين ولا منين؟ ده هو توزع في كل الجسم، لكن از يوزفول فور دراجز وذ لاو فوليوم اوف ديستريبيوشن. موست اوف ذا دراج، يعني معظم الادويه، يعني من رحمه ربنا بينا ان معظم الادويه عشان الناس اللي بتنتحر دي، معظم الادويه الموجوده في السيركيوليشن بتاعت لو فوليوم اوف ديستريبيوشن. تمام. ال VD is important to calculate size of loading dose. انا loading dose يعني انا كل يوم باخد برشامتين الدكتور محددهم لي، فتشوا كل يوم بيتشبع بهذه البرشامتين، فانا loading dose خلاص هيوصل ايه، هوصل مرة لحاجة اسمها therapeutic use، خلاص انا بقيت كويسة. طب loading dose دي احسبها ازاي؟ مش هحسبها كده، لازم ابقى عارفة مثلا، يعني لازم الدكتور بيعرف انا هيديني برشامة واحدة ولا برشامتين ولا شريط ولا شريطين. بيحسبها ازاي بقى اللودنج دوز؟ بتتحسب ازاي؟ الفي دي، الفي دي دي الفوليوم اوف ذا ديستريبيوشن، يعني الدواء ده هاي فوليوم اوف ذا ديستريبيوشن ولا لو فوليوم اوف ذا ديستريبيوشن في ستيدي ستيت كونسنتريشن. ايه ستيدي ستيت كونسنتريشن دي يا اولاد؟ ستيدي ستيت كونسنتريشن دي بمعنى اصح ثيرابيوتيك دوز. ستيدي ستيت كونسنتريشن اللي هي ثيرابيوتيك دوز، يعني اللودنج دوز بتساوي الفوليوم اوف ذا ديستريبيوشن في الستيدي ستيت كونسنتريشن اللي هي الثيرابيوتيك كيوز. يبقى الاهميه نجمعها بسرعه كده تاني، نسيبنا من كل الكلام وبرده هقول لكم نبذه مختصره. السيمبل اللي قصدي السمول او السيمبل فوليوم اوف ديستريبيوشن زي الفورزامايد، ده بيشتغل بس على الكدني، بيخرج ميه كتير خلاص تمام. اللارج فوليوم اوف ديستريبيوشن زي الديجوكسين، ده فوسف اونوتروبيك تاكسيتنسيف تيشو ديستريبيوشن، هجيبه منين ولا منين؟ ده ينفع اعمل له دياليسيس؟ لا طبعا، دي هي واللي هي اللي جابته لنفسها، اما مش هقدر اتصرف في الموقف ده. لكن لو هي منتحره برشام، ده البرشام، معظم الادويه اللي في السيركيوليشن لو فيرجن اوف ذا ديستريبيوشن، فهقدر ان انا اعالجها. تمام. الفي دي مهمه جدا عشان احتاج اللودنج دوز، عشان انا لو بعالج مريض ابقى عارف هدي له دواء ازاي. اقول ان اللودنج دوز بتساوي الفي دي الفوليوم اوف ذا ديستريبيوشن في ستيدي ستيت كونسنتريشن. ستيدي ستيت كونسنتريشن بمعنى اصح الثيرابيوتيك دوز اللي هي الجرعه العلاجيه، دي الجرعه اللي انا هوصل انا مش محتاجه دواء تاني خلاص، انا الحمد لله ربنا شافيني. اتمنى تكونوا فهمتوا. دي اخر سلايدز اهي، اللي هو اهي اللي هي بتقول اللودنج دوز، لودنج دوز بتساوي فوليوم اوف ذا ديستريبيوشن في ستيدي ستيت. لودنج دوز اللي هي بالملي جرام، اخلي بالي بالملي جرام، الفوليوم اوف ذا ديستريبيوشن مش جديد علينا، ده باللتر لا اما بالكيلو اللتر على الكيلو جرام. الستيدي ستيت كونسنتريشن اللي هي بالملي جرام على الملي لتر، اللي هي الثيرابيوتيك يوز دوز قصدي. بيقول لي بقى يا اولاد اخر حاجه، بيقول لي ان الفوليوم اوف ذا ديستريبيوشن از دايركتلي بروبورشنال، يعني بتتناسب تناسبا طرديا مع التهاب. السائلين قلنا ان الفوليوم اوف ذا ديستريبيوشن انا خدت دواء الفوليوم بتاعه كبير جدا، فخد الكدني وده البرين وده ده وده ده وده ده 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 عمال شغال، ده بقاله كتير شغال في جسمي. اول ما البرين يجي يتخلص منه هتلاقي الكدني لسه ماسكاه، اول ما الكدني تتخلص منه هتلاقي لا ده لسه شغال في الليفر، هكذا ده عمال يتحرك في اماكن كتير. زي الديجوكسين مثلا، انا خدت الدم توزع في كل اجزاء الجسم، اول ما يبتدي يتخلص منه او الاكشن بتاعه يخلص لا ده يحتاج وقت كتير، فتي هاف اول ما يوصل لفتره عمر النص، ان فترة عمر النص يعني الفترة ان فيها الدواء وصل لنص تركيزه هيقعد كتير جدا. دايركت بروبوشن
عكس ال inversely proportion اللي هو تناسبا عكسيا، اللي هو واحد على دي لو فاكرين العلامة دي، مع ال rate of the elimination. elimination يعني انا بخرجه، انا اخرجه ليه؟ ده هو شغال. ال elimination التخريج بتاعه هيبقى بخرج نسب بسيطة، ده جسمي كله بيستفيد بالدواء ده، هخرجه ليه؟ هعمل له اكسكريشن بره جسمي ليه؟ elimination يعني اكسكريشن، و elimination يعني اكسكريشن وميتابوليزم، والميتابوليزم يعني ايه؟ هكسره واخرجه، هكسر البواقي اللي هي اللي انا مش عايزاها واخرجها بره جسمي ليه؟ ما هو انا اصلا ما عايزه، محتاجاه جدا، محتاجه الديجوكسين ده عشان اقدر امشي على رجلي. في ناس ما بتقدرش تمشي ولا تتحرك على رجلها عشان الدم مش واصل لرجلها، تمام؟ الديجوكسين اللي هو هاز فوليوم، هاي فوليوم اوف ذا ديستريبيوشن، ولونج تي هاف، وسلو ريت اوف ذا اليميشن، تمام؟ فعشان كده يا ولاد يعني برضو يعني في حاجة برضو لازم اخد الديجوكسن وان ديلي، ديجوكسن يعني ادي جرعة واحدة يوميا بس، عشان برضو ما تعملش توكسيستي. ما هو كتر ما الحاجة تبقى موجودة بيقلب لضدها. يعني ما قلتلكوا في اللودنج دوز لما بيجي يحسب، هيحسب مثلا هيطلع له برشامة واحدة، المريض ياخد برشامة واحدة بس، مش مريض تاني يقول لا هاخد برشامتين عشان اخف، لا كده انت هتموت اصلا، انت كده هيحصل لك توكسيستي وتموت، ضربات قلبك هتموت. وهتلاقي اللي بياخد جوكسن مثلا الدكتور بيقول له ايه، انت فري جمعة وخميس، مش هتاخد الدواء ده فري جمعة وخميس، لان في بواقي لسه عندي في التشو. احنا قلنا التهاب بتاعته كبيرة، فليه لسه بواقي عندي في التشو يقدر الجسم يستفيد بيها ويتخلص منها في الاستفادة منها، او لو في بقايا يقدر يحصل لها اكسكريشن. اخر حاجه يا ولاد، التي هاف بتساوي ايه؟ التي هاف بتساوي الرقم ده اللي هو 693 من 10000 في الفوليوم اوف ذا ديستريبيوشن على السي ال، توتال بودي كليرنس اوف ذا دراج. على فكره يا ولاد كليرنس يعني معناها اليميشن، الميشن اللي هو الاكسكريشن اللي انا اتخلص منه، يعني انا بنضف جسمي من الدواء ده. دي معادله حفظ يعني عشان تيجي في الامتحان، وخلي بالي بس يعني هو من المعادله دي عشان ممكن يلعب في الرقم يخلي السي اللي فوق مكان الفي دي. هو ده اللي انا يعني دي معادله تتحفظ ما فيهاش فهم قوي. الكليرنس ده يا ولاد اللي انا اقدر اتخلص من الدواء. بيتخلص ازاي؟ ممكن اتخلص بيه عن طريق الكدني. الكدني ممكن تتخلص من الدواء، تعمل الدواء ووش من الجسم كله مثلا، تغسل الدواء يعني تغسل وتخرج الدواء. انا يعني بشرب ميه كتير عشان جسمي يتغسل من جوه، تمام؟ ممكن اللي هو عن طريق اللي مثلا خدت دواء، في مثلا خدت دواء على الرئة، ممكن وانا بعمل كده بخرج اهو، ممكن الدواء يخرج، ذرات من الدواء تخرج، ده اسمه كليرنس، تمام؟ عشان لما اجي احسب برضو الدواء ابقى عارفه اللودنج دوز امتى، الثيرابيوتيك دوز امتى، الكليرنس هيحصل كليرنس ولا لا، تمام؟ الكليرنس بتساوي الريت، المعدل الاليمينيشن على السيدي ستيت كونسنتريشن. السيدي ستيت كونسنتريشن دي اللي هي بالميلي جرام على اللتر، اللي هي ايه السيدي ستيت كونسنتريشن دي اللي هي ايه الثيرابيوتيك دوز. كده المحاضره خلصت بفضل الله، الحمد لله يا ولاد، محاضره لذيذه. نجمع بقى يا ولاد كده، نجمع، نحاول نجمع مع بعضنا. احنا خدنا ايه؟ خدنا اربع اجزاء من المحاضره. باترن اوف ذا ديستريبيوشن سنجل كومبارتمنت، تو كومبارتمنت، مالتيبل كومبارتمنت، تيشو ريزرفوار، واخر حاجه اللي هو البلاد برين بارير والبلاسينتا بارير. وخدنا الادويه اللي هي مفيده في كلهم. تاني حاجه خدنا البيندنج بتاعه البلازما بروتين، خدنا الاماكن، وخدنا العوامل اللي بتاثر عليها، وخدنا الكبير بيشيل مكان الصغير. اخدنا اصلا العوامل اللي بتاثر عليها والاماكن، وخدنا ان هو الدواء الدواء عنده افينيتي عاليه جدا ان هو يمسك في البلازما بروتين فبيمسك فيها باوند فراكشن، ودواء مش عنده افينيتي فمش بيمسك فيها باوند فراكشن. خدنا تالت حاجه الكومبيتيشن اللي هو الدواء العالي او الاقوى او الكبير او زي ما تقولوا ده بيمسك مكان الدواء الصغير، وخدنا العوامل برضو اللي بتاثر على كده، تمام. اخر حاجه خدنا الاباترن اوف ذا ديستريبيوشن، اباترن فوليوم اوف ذا ديستريبيوشن، قلنا ان هي مش صحيحه بس احنا كده بناخدها من باب الايه الفهم، لان هي مش صحيحه اه بس يعني بتطلع لي نواتج شبه الصح، تمام. نخلص بقى اللي هو الام سي كيو كده مع بعضنا، هيسهل جدا ان شاء الله وهنعرف نحل. What is the reason ما السبب of complicating penetration of the some drug through the blood brain barrier؟ اللي بيخلي الدرج الريزون الكومبليكيتد بنتريشن، ليه ما بقدرش اخترق البلاد برين بارير؟ هل عشان الهاي ليبيد سوليوبيلتي بتاعه الدرج؟ لا طبعا، ده الهاي ليبيد سوليوبيلتي بيخترق. هل المينجايتس؟ ده بيزود البريميابيلتي.
طب عشان الابسنس بتاعت البور او الزبرين او الكابيلي الاندوثيليوم طبعا. اه ده مفيش ابسنس ده غياب البور طبعا. طب نشوف اللي بعدها. هاي اندوثيليوم اندوسايتوزس ديجري ان ذا برين كابلين. هو انا خدت حاجه قبل كده؟ لا يبقى خلاص فشت، يبقى مفيش غير دي. بصوا يا ولاد عشان تتعاملوا مع السؤال لما يجي اجابه انا مش عارفاها، لا اما اعمل لها خالص اقرا الثلاث اجابات التانيين ولو لقيت في واحده فيهم صح يبقى خلاص هي دي غلط، لا اما انا ما لقيتش الثلاث اجابات دول صح يبقى هي دي اكيد صح. تمام. الفوليوم اوف ذا ديستريبيوشن، فوليوم اوف ذا ديستريبيوشن اماونت اوف ذا دراج ان ذا بودي تو كونسنتريشن ان ذا بلازما. تعرفاه دي مش محتاجه. اللي بعدها بيقول لك فور سيركيوليشن اوف ذا فوليوم اوف ذا ديستريبيوشن وان موست تيك انتو اكاونت، يعني تحسبها منين؟ من الكونسنتريشن اوف ذا سبستانس اوف بلازما. طبعا اه ده هي كميه الدواء الموجوده في الجسم على تركيز البلازما، تركيز الدواء ده في البلازما. تمام. البلاد برين بارير از ماكسيم بريميابل، بيبقى بريميوم الايه ان اي موجب؟ لا نون ايونايز، لازم يبقى نون ايونايز. السي ال سالب؟ لا طبعا. الكي موجب؟ لا. امال ايه؟ السي 2 السي او 2. تمام تمام تمام. الموفمنت بتاعت الدراج اكروس السيمين برين، الحركه قلنا حركه يعني ديستريبيوشن دراج ترانسبورت. تمام. ودي الانسر بعد ما تحله بص عليها. True false non-steroidal anti-inflammatory can replace bilirubin leading to trans hypoglycemia. لا من اسمها trans hypoglycemia بيبقى بيحل مكان الهايبوجلايسيميك. الدراج ديستريبيوشن از انكريز نيونيتال، اه ده انزيماتيك وكل حاجه عنده مضروبه. هاي بلازما بروتين؟ لا. الفيتس اول ما الاقي فيتس هلاقي عنده لو من كل حاجه، لو بلازما بروتين. تمام. الانفلاميشن الالتهاب انكريز ازاي؟ بريميابيلتي، بيزود البريميابيلتي. سو بلانس وامايكرو جلايكوزايد كان بس ان ميجاتس، ايوه ام مع ام قلنا صح. الفا 1 اسيد اللي كانت معادلتها اي بي، قبل ما ابص اي بي بتساوي بي ان، بتمسك بند وذ هاي افينيتي تو بيزك دراج، ايوه صح. الكحول هاز سبيشال افينيتي فور سبيسيفيك تيشو، الهبل ده احنا قلنا الكحول معانا في كل مكان، يعني مالتيبل كومبارتمنت سبيسيفيك تيشو اللي هو بتاعه الكالسيوم والعظم. تمام. ودي الانسرز عشان تتاكدوا. واخيرا ثانك يو ليت، اتمنى ان المحاضره تكون عجبتكم، لو عجبتكم يعني عايزين اي سؤال اكتبوا في الكومنتات وانا هرد عليه، واتمنى تكون عجبتكم يعني، ولو حلوه ادعوا لي، لو قصرت في حاجه يا ريت تسامحوني. مع السلامه يا ولاد.